مع أحمد القماطي. اقتحمت اليوم ميليشيات مسلحة قاعدة بوسطة البحرية مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية. أطلقت النار كما اعتدت بالإهانات اللفظية على رئيس المجلس وعدد من نوابه ووزرائه، وأجبرتهم رغم أنوفهم على إصدار بيان منحازا ومنقلبا ب180 درجة على بيان الرئاسي السابق الصادر يوم الجمعة عقب الحراك الطرابلسي الذي غص بالمتظاهرين الحدث. أهلا بالمشاهدين، اليوم نناقش البيان الجديد الصادر تحت التهديد الذي ندد بالمظاهرات السلمية التي خرجت دعما للمؤسسة العسكرية وقائدها العام، والتي طلبته بالتدخل لإنقاذهم ووضع حدا نهائيا لعبث الميليشيات الجهوية والإرهابية. البيان الجديد كذلك قفز على تضحيات الجيش ودماء الشهداء في بنغازي، ولم يثني البتة على هذا الانتصار العظيم وتطهير المحور الغربي للمدينة من الإرهابيين، كما قام بالتركيز على بعض المخالفات الفردية التي وقع فيها بعض المنفعلين كالتصوير أمام جثة الإرهابيين. حاول الرئاسي أن يصور هذه الواقعة على أنها القاعدة لا الاستثناء، وهذا الأمر مخالف للواقع ويجانب الحقيقة، لكنها إرادة الميليشيات التي تقلب الحقائق وترتهن طرابلس وأهلها تحت السلاح، كما ترتهن وتحتكر السيطرة هناك على الإرادة السياسية لمجلس رئاسي محاصر وضعيف ولا يملك أدنى مكتسب سوى دعم بعض الجهات الدولية. مشاهدينا الكرام، إذن اليوم شهد اقتحام القاعدة البحرية قاعدة بوسطة مقر المجلس الرئاسي وأطلق النار هناك، وتحت تهديد السلاح أصدر المجلس الرئاسي بيان. ومنذ قليل خرج رئيس المجلس الرئاسي في بيان متلفز حمل نفس مضمون البيان الأول الذي وضع على صفحة المجلس الرئاسي، والذي انقلب ربما على البيان الأول الصادر يوم الجمعة الماضي. البيان الأول كان يتحدث على التحقيق في من قام بإطلاق النار على المتظاهرين، هذا البيان يدين المظاهرات التي خرجت سلمية في مدينة طرابلس يوم الجمعة الماضي. ينضم إلي للحديث حول هذا الموضوع هنا في الاستوديو دكتور عاطف الحسية المحلل السياسي، وينضم إلي كذلك عبر سكايب من باريس المحلل السياسي كذلك الأستاذ عبد الحكيم فنوش، وعبر سكايب كذلك من العاصمة المصرية القاهرة الكاتب الصحفي الأستاذ فوزي الحداد. أبدأ معك دكتور عاطف، أهلا بك. مساء الخير دكتور أحمد، ومساء الخير سيد المشاهدين والمشاهدات. كيف تابعت أحداث اليوم التي حدثت في القاعدة البحرية بأبي ستة؟ كيف تابعت البيان الذي أصدره المجلس الرئاسي بعد إطلاق النار وبعد تهديد أعضاء المجلس الرئاسي في القاعدة؟ هي بصراحة متوقع ظهور هذه التجمعات، سواء يعني في ظاهرها هي تجمعات شعبية وتجمعات جمهورية، ولكن خلف أجندات معروفة في طرابلس
ووجود الميليشيات بعد الورقة المليئة بالأختام في استنكارها للمظاهرة الحقيقية والتي حدثت في ميدان الجزائر وميدان الشهداء في طرابلس. فمتوقع من هذه الجماعات الضغط على هذا على المجلس الرئاسي بعد خروجه ببيان باستنكار استهداف المتظاهرين في طرابلس. ولكن في قراءة للبيان نفسه هناك يعني ثلاث جوانب رئيسية في نظري. أولا الجانب الإداري، وهو الجانب الإداري اللي فشل في أكثر من حالة في إخراج يعني الخروج على الليبيين ببيانات حقيقية يعني تمثل مجلسا يعتقد البعض بأنه على الأقل متماسك إداريا، فعدم وجود الختم والتوقيع ومن وافق عليه ومن رفض ومن غيره، هذه مسألة إدارية وهما يعني عودنا عليها المجلس الرئاسي في أكثر من مناسبة. والجانب الآخر وهو جانب المحتوى السياسي، والمحتوى السياسي واضح بأن المحتوى السياسي لهذا البيان أتى كردة فعل لتجمهر مجموعة معينة ظاهرا سلميا ولكن باطنا بالسلاح، وأعتقد حتى هناك يعني أعيرة نارية أمام القاعدة في بوسطة. صحيح. وبالتالي المحتوى السياسي كان محتوى عاطفي يجانب كثير من المغالطة في وصف العديد من الجهات الرسمية الدولة، وهو يتمثل في قوله بما يسمى بقيادة العامة للجيش. والجميع يعلم بأن سيد السراج نفسه كان نائبا في مجلس النواب، وصوت هو وزملائه في تعيين قائد عام للقيادة الجيش الليبي في منذ أكثر من سنتين. وبالتالي بقصة ما يسمى معناها بأن سواء السيد السراج أو المجلس الرئاسي غير معترف بالضبط، يعني يضربوا ضرب الشرعية التي هم أساسا من داخل هذه الشرعية ومجلس النواب ودخولها في الاتفاق السياسي. والجزء اللي الأخير وأعتقد جزء مهم جدا وهو قراءة سياسية، وهو عجز الرئاسي في إيجاد حتى التوافق داخل نفسه. يعني في البيان واضح بأن الرئاسي دخل كطرف أساسي في النزاع ولم يكن توافقيا كما عرف في الاتفاق السياسي. بعد قليل ونوى فقط أنه سوف يلتحق بنا الأستاذ عز الدين عقيل عبر الأقمار الصناعية من العاصمة التونسية تونس، الكاتب والباحث السياسي، يبدو أنه الاتصال صار جاهزا الآن كذلك. طيب، وأيضا أعود للأستاذ عبد الحكيم فنوش المحلل السياسي ضيفي عبر سكايب من باريس. أستاذ عبد الحكيم، كيف تبعت أحداث اليوم في طرابلس وهذا البيان الذي صدر عن المجلس الرئاسي كذلك؟ أنا أرى بأن هذا الأمر كان متوقعا، ونعرف جيدا بأن السيد السراج لا يملك أي إرادة حقيقية في تسيير الأمور هناك في طرابلس، ولا وجود لشيء اسمه مجلس رئاسي على الإطلاق. المجلس الرئاسي أصبح الآن جزءا بسيطا منه، ومتبقي باقي أعضاء ما يسمى بالمجلس الرئاسي غير موجودين على الإطلاق. وما حدث اليوم هو تجسيد لانتفاء الإرادة التامة عن هذا الجسم المجرد من القيمة، سوى بامتلاكه لبعض الإرادة الخارجية التي تحاول فرضه على الليبيين بغض النظر عن قدرته بأن يقوم بأي فعل له معنى داخل ليبيا. لقد تجسد دور هيمنة الميليشيات على هذا الجسم الآن بشكل واضح، ودخلوا على سيد السراج وتعدوا عليه بشكل واضح بعد أن كان فرضهم لإرادتهم على السراج ومن معه كان يتخذ شكلا مستحيا قليلا، ولكن الآن فرضوا عليه ما يريدون ليترجموا حقيقة ما يسمى بهذا الجسم الذي يشكل حالة استعمارية بالنسبة لي، وما لا يشكل أي شيء له علاقة باتفاق سياسي أو غيره. هذا الجسم، هؤلاء الأشخاص موجودون بإرادة خارجية الآن، ويفترض فيهم بأنهم محميون من قبل بعض الميليشيات التي رأت بأنه تم انتهاك حقوقها، فتم فرض على السيد السراج بضرورة أن ينتهج النهج الذي يجب عليه أن ينتهج من قبلهم. هذا الأمر تم استباقه من قبل الكتلة الحقيقية التي تسير الحالة السياسية لما يسمى بالمجلس الرئاسي، تم انتقاله من قبل كل الأجسام التي تشكل مصراته.
من المجلس النيابي المصراتي، من المجلس البلدي المصراتي، من ميليشيات مصراته، من السيد الغويل الذي يشكل حالة مصراتية أيضا، من عدالة والبناء التي تشكل حالة مصراتية أيضا، لتبين حقيقة الجسم والأطراف التي تتحكم في المجلس الرئاسي والتي عقدت صفقة مع الخارج على كيفية إدارة ليبيا لتحقيق مصالحها الشخصية قبل النظر إلى مصلحة ليبيا. كل هذه الأجسام تحدثت وهددت السراج، فرأينا هذا التدخل من قبل كتيبة أغلبها تنتمي إلى مصراتة لتفرض على السراج الرسالة السياسية التي تريدها. من ناحية أخرى رأينا إعلان قطيعة تام الآن مع الجيش الليبي بتوصيف الجيش الليبي والقائد والمشير خليفة حفتر بهذه المواصفات التي فرضت على من يدعون أنهم ينتمون لهذا المجلس الرئاسي، سواء من سيد السراج أو من ما يسمى بوزير الدفاع البرغطي. وهؤلاء الناس يعني الخطاب الذي خرج واضح جدا أنه يمثل فئة معينة وجهة معينة التي تحاول فرض نفسها. الشيء الثالث الذي أحاول التنويه له وهو ضرورة تحميل السراج الآن مسؤولية المتظاهرين الذين خرجوا في طرابلس الآن، بما تتصدق لقد وصفهم السراج بأوصاف خطيرة للغاية، الشيء الذي ممكن يعرض حياتهم للخطر. وبالتالي على السراج وكل من يتحكمون في طرابلس مصير كل الأهل والرجال الشرفاء الذين خرجوا في طرابلس يوم الجمعة هم مسؤولون عليه بشكل مباشر الآن بعد هذا البيان المخزي الذي خرج به السراج والذي اتهم فيه هذه الأطراف على أنها تشكل حالة عدائية وحتى حالة قتالية. طيب اسمح لي فقط أستاذ عبد الحكيم لو سمحت لي، وهي الجهة الحقيقية السياسية التي وراء السراج والتحكم فيه. الشيء الثاني هو القطيعة مع الجيش الليبي بشكل كامل الآن، والشيء الثالث هو ضرورة حماية الإخوة الشرفاء الذين خرجوا في طرابلس من أجل مواجهة هذا الميليشيات المسلحة وهذا الجسم الموهوم الذي يشكل حالة الاستعمارية يجب الخلاص منها. طيب مرة أخرى أعود لأرحب بالأستاذ فوزي الحداد الكاتب الصحفي ضيفي عبر سكايب من القاهرة، وأسألك عن رأيك فيما يتعلق بالأحداث اليوم في طرابلس. أستاذ فوزي الحداد، اقتحام للقاعدة البحرية، إطلاق نار كذلك هناك، وبيان جديد للمجلس الرئاسي ربما يناقض أو ينقلب ب180 درجة على بيان الجمعة الماضي. نعم، كما ذكرتم تماما في تقاريركم وفي أحاديث ضيوفك الأكارم، المجلس الرئاسي كما هو واضح تعرض للتهديد وللإجبار اليوم لكي ينطق بما تريده الميليشيات والكتائب المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس، سواء كانت في طرابلس نفسها أو تنتمي لمدينة مصراتة. هذا الأمر كان متوقعا منذ يوم الجمعة الماضي عندما خرج الناس والمتظاهرون وتحدثوا ربما منذ أكثر من سنتين بكل حرية، وطالبوا بدولة المؤسسات بالجيش والشرطة. هناك كنا نعلم أن شيئا ما سيحدث، والذي أزعج ربما كل هؤلاء الذين يسيطرون على العاصمة الآن هو بيان الرئاسي الذي جاء متساوقا ومتماهيا مع مطالب المتظاهرين، حتى أنه عد التعبير السلمي في مظاهرة الجمعة ينبغي أن يحمى ولا يقتحم ولا تقام ضده أي أعمال عنف، أي أنه استنكر الأعمال العنف التي قامت بها الميليشيات والكتائب في العاصمة طرابلس. وهذا طبعا ما جعل حزب العدالة والبناء يصدر بيانا شديد اللهجة، ويعتبر الغريب أنه اعتبر أن مظاهرة الجمعة لم تكن مظاهرة سلمية، وبالتالي أعطى إيحاء بشرعية مقاومتها بالعنف وبالسلاح. اليوم أيضا رأينا هذا التوترات التي حدثت أمام قاعة بوستة ودخول المتظاهرين أو هؤلاء المنتمين إلى الكتائب المسلحة المسيطرة هذا العاصمة طرابلس، والتي نعدها جميعا ونعرف أن الحاكم الفعلي للعاصمة فالمجلس الرئاسي بلا أنياب حقيقة ليس له إلا هذا اللسان، وهذه الكتائب أرادت عندما عبر هذا اللسان بغير إرادتها أرادت أن تطوعه وتجرجنه مرة أخرى ليتكلم بلسانها، وهذا ما حدث في بيان الرئاسي اليوم. لم يتكلم الرئاسي في رأيي، وإنما التي تكلمت هي هذه الميليشيات مستخدمة حنجرة السراج والرئاسي، لنعلم ويعلم الليبيون جميعا وخصوصا سكان العاصمة طرابلس أن من يحكم فعليا
في طرابلس هو هؤلاء هذه الكتائب وهذه الميليشيات. وينبغي على كل حل مستقبلي إذا ما أردنا بالفعل إنقاذ العاصمة وإنقاذ البلد أن يعالج هذه المسألة على شكل بشكل أول. هذه ضرورة حتمية الآن. المجتمع الدولي إذا أراد أن يدعم بالفعل الوفاق الوطني فعليه أن يدعم أولا الترتيبات الأمنية، يدعم وفاق وطني جامع وحقيقي، لأن المجلس الرئاسي بلا دعم مجلس النواب وبلا دعم مؤسسة الدولة فهو بقي وحيدا في الميدان. طيب. يصارع بلا شرعية وبلا أيضا أي قوة ممكن أن تسانده أو تصل به لحل. طيب، أرحب بالأستاذ عز الدين عقيل الكاتب والباحث السياسي ضيفي عبر الأقمار الصناعية من العاصمة التونسية تونس. أستاذ عز الدين، أسألك عن رأيك فيما جرى اليوم في طرابلس، وهل حقا يمكن أن نتحدث أن الرئاسي تحول إلى ناطق باسم الميليشيات يصدر البيانات تحت تأثير أو تحت التهديد باستخدام السلاح؟ مساء الخير أخي أحمد، مساء النور لك ولضيوفك الكرام ولكل من يسمعنا من السادة المشاهدين. نعم، الحقيقة هذا الذي جرى في تصوري هو ليس هجوم على المجلس الرئاسي، هو هجوم تم تنظيمه من داخل المجلس الرئاسي. أنت تعرف بأن المجلس الرئاسي نفسه، هل تسمعني؟ نعم، ما أستمع لك أستاذ عز الدين. أنت تعرف أخي أحمد بأن المجلس الرئاسي نفسه هو عبارة عن كيانات عنقودية من الداخل، هو مجمع حكومات أكثر منه حكومة واحدة تعبر عن موقف واحد أو تعبر عن تصور واحد تجاه أي أمر من أمور البلاد. نعم. هناك مجموعة تمثل التيار الإسلامي السياسي، هناك مجموعة تمثل الجيش، هناك مجموعة هي نيوترال. إذا تصورنا بأن المجلس الرئاسي هو عبارة عن نواة، فهناك مدار موجب وهناك مدار سالب وهناك مدار نيوترال متعادل. هو شبه متعادل وجوده وجودا هلميا. لا أعتقد أنه يعبر عن طرف من الأطراف ويمكن أن تضعه في أي مكان. وبالتالي أنا أعتقد أن ثمة أطراف هذا التكوين العنقودي، التكوين الإسلام السياسي تحديدا داخل المجلس الرئاسي، هو الذي نسق مع هذه الأطراف من أجل أن تهاجم المجلس الرئاسي حتى يتوجه المجلس الرئاسي تحت هذا الضغط لتحقيق ما حاولوا هم من قبل دفع المجتمع المجلس الرئاسي باتجاهه ولكنهم لم يفلحوا. وبالتالي حقيقة كل هذه هي عبارة عن ميكانيزمات داخل هذه المؤسسة نفسها. هذه المؤسسة كثيرة التناقض وعميقة التناقض. وبالنسبة لي شخصيا الحقيقة لا تهمني هذه المؤسسة. هذه المؤسسة أعتقد أنها المفروض أنها صنيعة المجتمع الدولي، وأعتقد أنها حتى بالنسبة لهذه الميليشيات على الأقل فيما يتعلق بأطراف أو أفراد معينين داخل المجلس الرئاسي، أعتقد أن المجتمع الدولي قد تعهد بحمايتهم. وبالتالي أظن أنها بالنسبة لهذه الميليشيات وحتى للأطراف داخل المجلس الرئاسي التي تحاول أن تتوارى وهي الحليفة الحقيقية أو الرأس الحقيقي لهذه الميليشيات، أعتقد أنها عند لحظة معينة سوف تخشى هذا المجتمع الدولي وسوف تحاول أن تعود للتماهي معه من جديد. ما يهمني الحقيقة هو هذا الكفاح المهم الذي بدأه سكان طرابلس، هو ما يجب أن نبحث عن وسيلة لدعم المدينة للاستمرار فيه. الحقيقة استراتيجية الردع الشعبي التي ربما هي موجودة الآن في معظم المدن في مقاومة الأذى الميليشيوي، أعتقد أنه حان لطرابلس أن تطبقها الآن. أظن أنه طالما أن المنظومة الميليشيوية الفاشية هي التي المحكوم أن تحكم البلاد، أعتقد أن طرابلس أيضا هي تستحق أن تحكمها أيضا ميليشياتها المحلية لتستخدم ضدها ما يمكن تسميته بالردع الشعبي. عندما تحكمك ميليشيا محلية هذا يعني أنك تستطيع أن تلجأ إلى أسرة هذا الميليشيا، وإذا ما أساء إلى مواطن تستطيع أن تجمع مجموعة من الوجهاء وأن تذهب إلى زعيم الحرب الذي يقود هذه الميليشيا لممارسة الضغط عليه من أجل القصاص أو من أجل أخذ حق المظلوم. أو يمكن في مرحلة من المراحل إذا المواطن أغلقت في وجهه الأبواب يمكن أن يأخذ حقه بالذات عندما يكون الميليشيوي هو ابن المدينة. بالتأكيد هو بعد أن يتم عمله سوف يخرج إلى المقاهي، سوف يخرج إلى الشوارع، سوف يخرج هنا، سوف يخرج هناك. يمكن للمواطن المظلوم الذي لم يجد من ينصفه أن يحرق سيارة هذا الميليشيوي، أن يفعل شيئا لآل بيته، أن يضربه هو نفسه كما أهانه في الصباح. ولكن عندما يأتيك ميليشيوي من بعد 200 و300 كيلومتر وهذا الميليشيوي يبقى داخل معسكر طيلة فترة بقائه للعمل في مدينة طرابلس، ثم عندما يخرج في شكل قطعان مسلحة ويديه على الزناد، وعندما تنتهي فترة حراسته يعود إلى مدينته ثانيا فلا يستطيع المظلوم أن يلاحقه أبدا، فهذه مشكلة كبيرة وكبيرة جدا. طالما أن الحل السياسي ما زال بعيدا
وطالما أن المنظومة الميليشياوية الفاشية هي التي ما زالت تحكم البلاد، إذن على كل مدينة أن تحكمها ميليشياتها، خاصة وأن الحقيقة العامل المشترك الآن في الاستقرار في كل المدن هو أن كل مدينة تحكمها ميليشياتها. طيب. في العيب، في الحشم، في استخدام قبيلته، في استخدام عائلته، في استخدام العنف ضد أو الردع الشعبي وهو خارج العمل، ولكن هذا لا يتوفر للأسف الشديد لمدينة طرابلس بالنظر إلى أن كل الميليشيات الموجودة فيها هي ميليشيات برانية، وهذه الميليشيات هي التي يستقوى بها المفتي، هذه الميليشيات هي التي يستقوى بها الغويل، هذه الميليشيات هي التي تستقوى بها الخلايا النائمة في المدينة، هذه الميليشيات هي التي تستقوى بها عصابات الجريمة المنظمة، لأن جزء كبير من هذه الميليشيات بات يعمل مقاول حماية لصالح كل هذه الجماعات. وبالتالي أعتقد أن على الطرابلسية الآن أن يضغطوا بشدة، يجب ألا تبقى إلا ميليشياتهم، خاصة أن الميليشيات الطرابلسية أستطيع أن أقول لك بكل وضوح سواء ميليشيات غنيوة أو ميليشية كارا أو ميليشية هيتم، يمكن أن نقول بأنها تحولت إلى ما يشبه الجسم الأمني بكل ما في الكلمة من معنى. طيب. قد استفادوا هؤلاء من خبرات تابعة للبحث الجنائي، استفادوا من خبرات تابعة للأمن الداخلي، تابعة للأمن الخارجي، في الوضع الذي يربطهم بالميليشيا فقط هو ربما أن ولاء هذه الميليشيا هو لقائدها. أيضا هذه الميليشيا ربما فيها شبهة أن الكثير من 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 من, من أصحاب الدم من أقارب هذا الميليشيا وهي التي تتحكم في هذه الميليشيا، أيضا في أن هذه الميليشيا تعمل مع الدولة باعتبارها شركة أمن خاصة. يعني هو الذين معه هم ليسوا موظفين في الدولة. طيب. هم موظفين في شركته وهو يقدم. نعم. اسمح لي، لابد أن نتم هذه الفكرة. هو يقدم هذه الخدمة، وبالتالي أعتقد أن الطرابلسية قادرين أن يتعاملوا مع هذه الميليشيات مثلما كل مدينة من المدن تتعامل مع ميليشياتها، إلى أن نصل إلى اتفاق سياسي وإلى أن نصل إلى جيش موحد واحد وقوي يستطيع أن يفرض هيمنته على كل البلاد. عندها تستطيع أي مدينة أن ترسل ابنها إلى طرابلس تحت السلاح طالما أنه سيكون محكوما بالقانون العسكري. أما الآن فيجب ألا يأتي لطرابلس أي شخص مسلح بسلاح جهوي. أي شخص مسلح بسلاح جهوي يجب أن يعمل سكان طرابلس على إبعاده من المدينة. طيب. الصراع الآن في طرابلس يمكن أن نتحدث أنه بين ميليشيات محلية وميليشيات أخرى من خارج المدينة، أو ميليشيات من مصراتة تحديدا، أو تلك الميليشيات الأمازيغية، أو ميليشيات الجماعة الليبية المقاتلة أو الموالية للمفتي، ميليشيات الموالاة وميليشيات المعارضة، ميليشيات التي توالي المجلس الرئاسي في مجملها هي ميليشيات طرابلسية، نتحدث عن كارا وهيثم التجوري وغنيوة، يعني تدعو الآن إلى أن يصطف الشعب الطرابلسي خلف هذه الميليشيات الداعمة للمجلس الرئاسي، هذا مفهومه من حديثك. لا لا، هذه الميليشيات ليست داعمة للمجلس الرئاسي على الإطلاق. أنا كنت أقول لك قبل قليل أخي أحمد في أن هذه الميليشيات تعمل بنظام الشركات الأمنية. يعني الأولاد اللي يشتغلوا مع غنيوة ولا مع كارا لا علاقة لهم بالدولة، وهو الذي يتفضل عليهم بدفع مرتباتهم، هي شركة أمنية تتعاقد مع الدولة من أجل القيام بحماية، لا علاقة لها لا بالسراج ولا بفلان ولا بعلان. السراج والمجلس الرئاسي يحاولون أن يتوددون إلى هذه الميليشيات، يحاولون أن يعطوا انطباع وكأنها جيشهم الخاص، ولكن هذه ليست حقيقة على الإطلاق. هذه ميليشيات مستقلة بشكل كامل تعمل باعتبارها كما قلت شركات أمنية تقدم مقاولة أمنية إلى الدولة. ومن هنا يمكن للطرابلسية إذا ما استطاعوا، هو هذا لا يعني طبعا أن هذه الميليشيات هي الأمل، الميليشيات لعنة في كل وقت وفي كل حين، الميليشيات مصيبة من المصائب التي يمكن أن تبتلي بها أي أمة أو شعب. لكن الآن علينا أن نرجع إلى استراتيجية بعيرة كل واحد يلعب قدام حوشه. إذا طيب. كان هناك من وقت مناسب لاستعمار لاستعمال عبارة بعيرة التاريخية هذه، فهذا فيما يتعلق باستمرار النظام الميليشيوي الفاشي في حكمه للبلاد. هنا لابد أن كل ميليشيا تحكم مدينتها. أنت ربما ما تسمعش أي مشاكل في المدن الأخرى، لماذا؟ لأن كل مدينة فيها ميليشياتها، سواء كانت جادو ولا الزنتان ولا مصراتة ولا أي مدينة أخرى باستثناء مدن الشرق، كون هناك تم الاتفاق على الجيش وانتهت المسألة. لكن كل المدن الأخرى التي لا يسيطر عليها الجيش كلها تحكمها ميليشياتها، إلى درجة أن هذه الميليشيات لا تجد لها أي حضور. يعني هم لدرجة أن أي مدينة من هذه المدن اللي قلتها لك لو تمشي حتلقى الشرطة تشتغل، الميليشيا راقدة في الحوش والدبابة والمدفع مدرس في الجنان، إذا صار اللوي يطلع لك بهم، إذا ما صار شيء هو مقعم زراك. لكن ولهذا السبب تشعر فعلا عندما تدخل المدن الأخرى بأنها مدن آمنة. لكن الوضع في طرابلس مختلف، لأن اللي جاي غريب، لأن اللي جاي غاصب، الواقع في طرابلس مختلف.
الواقع في طرابلس مختلف بمعنى اليوم على سبيل المثال اليوم عندما تقوم ميليشيا بإجبار رئيس المجلس الرئاسي على إصدار بيان يلبي مطالبها أو يعني يذهب في اتجاهها، نتوقع أيضا أن تصدر قرارات تحت تأثير السلاح في المستقبل بطبيعة الحال باستخدام ذات المؤثر أو ذات التأثير هو السلاح في هذه الحالة. إذن في طرابلس الصراع مختلف، في طرابلس من يسيطر أو من يؤمن أو من يحمي المجلس الرئاسي هو قادر على أن يستنبط منه قرارات لصالحه، لأن طرابلس عاصمة لكل ليبيا. هو طبعاً هنا السيطرة على المجلس الرئاسي أو هذا الأسلوب من التعاطي مع مؤسسات الدولة هو كما قلت لك قبل قليل بسبب أن الميليشيات هي ميليشيات برانية، هي دائما تحت السلاح، يعني أي محاولة للنوم عن السلاح ستجد نفسها في خبر كان. يعني الجيش الإسرائيلي عندما يدخل الضفة الغربية هل يمكنه أن ينام؟ أي جيش محتل عندما يدخل أي دولة محتلة أو أي مدينة محتلة لابد أن يبقى متأهبا تحت السلاح 100%، لأنه يعرف أنه يقع ضمن وسط بالغ العداء له، وبالتالي ليس أمامه إلا أن يظل 24 ساعة على 24 ساعة تحت السلاح. وبالتالي أنا أعتقد الآن الطرابلسية يحتاجوا إلى الدعم. أتمنى على الطرابلسية ألا يحاولوا أن يتداخلوا الآن مع أي تيار سياسي أو مع أي طرف في حالة خصام، لا السراج ولا غير السراج. يجب أن يطالبوا بطلب واحد فقط، وهو خروج كافة الجماعات المسلحة الغريبة من المدينة وبقاء فقط أبنائهم، ويمكن أن يشكلوا أيضا لأبنائهم ذراعا سياسية بعيد عن المجلس الرئاسي وبعيد عن أي طرف آخر. يمكن لوجهاء المدينة أن يشكلوا مجموعة هي التي تشكل برلمان صغير أو إدارة صغيرة أو ذراعا سياسية، وهي التي تحاول أن تنسق مع هذه الميليشيات كيفية حماية المدينة. لكن يا أستاذ عز الدين الوضع مختلف أيضا، أرواح الناس وأملاكهم وحرمتهم. ميليشيات على سبيل المثال المنحدرة من مدينة مصراتة والتي تتغول في مدينة طرابلس هي تنظر إليها على أنها مسألة حياة وموت، هي مركز السلطة في البلاد، بمعنى أنها إذا غادرت طرابلس غادرت حماية المجلس الرئاسي أو محيط المجلس الرئاسي لن يكون لها أي تأثير أو وجود في المعادلة السياسية، لا يمكنها أن تفرض قراراتها ولا أن تأخذ المال من الإدارة السياسية الموجودة في طرابلس، وهذه تملك قوة ضاربة ونافذة في طرابلس، مواجهتها ليست باليسيرة، ليس كذلك؟ لا أحد قال أحمد أن المهمة بسهولة، المهمة بالغة التعقيد، وأعتقد أنه ربما تقلب الأسقف المدينة فوق رؤوس الناس قبل أن يحققوا مثل هذا الهدف. هو هدف خطير وكبير ولكنه هدف ضروري لسكان طرابلس، يكفيهم ذل، يكفيهم اغتصاب، يكفيهم قهر، يكفيهم كل هذا الذي يعانونه ليل نهار. وبالتالي أعتقد الفصل ما بين طرابلس كعاصمة سياسية وما بين طرابلس كمدينة فيها ناس وفيها أهل يحتاجوا أن يعيشوا مثل غيرهم، هذه مسألة بالغة الأهمية. أنت من طبرق، أنت من الزاوية، أنت من غات، جئت سياسيا، جئت مدير بنك، جئت رئيس حزب إلى العاصمة بدون سلاح جهوي، تفضل أنت على رأس السكان، هذه عاصمتك وهذه مدينتك، أنت مستثمر، أنت صاحب معرض، أنت صاحب سوق، أنت على رأس السكان، وطول عمرهم سكان طرابلس سكان حضاريين، طول عمرهم مندمجين، طول عمرهم اجتماعيين، طول عمرهم يعيش فيهم الغريب كأي مدينة، ولكن أن تأتي بسلاح ميليشيوي وأن تحاول قهر المدينة، فأنا أنادي المدينة أن تعبي كل قدراتها من أجل تحقيق هذا الهدف، وهذا الهدف يجب اعتباره استراتيجية محلية بحتة خاصة بالمدينة، لا علاقة لها بأي طرف سياسي ولا علاقة لها بالصراعات السياسية، مثلما أنتم تحميكم ميليشياتكم في مدنكم، ومثلما أن هذا هو العامل المشترك في السلام والاستقرار في كل المدن، نحن أيضا الطرابلسية في حاجة إلى أن تحمينا ميليشياتنا فقط، إلى أن نتفاهم معها وإلى أن يجعل الله لنا مخرجا بيننا وبينها. أعود إلى دكتور عاطف الحسية، المسألة في طرابلس الآن الناس تتظاهر أو تظاهرت في مظاهرة جريئة ضخمة كذلك ورفعت مطالب واضحة، هم لا يريدون وجود للميليشيات وربما طالبوا حتى بمؤسسة الجيش وبالشرطة الرسمية، هم يريدون من ينهي هذه الحالة الميليشيوية في البلاد. واقع الأمور كيف يمكن دعم أهل مدينة طرابلس والصراع الدائر بين ميليشيات محلية وميليشيات من خارج المدينة الآن كيف يمكن أن ينتهي برأيك؟ أعتقد أنا ممكن نختلف مع أستاذ عز الدين في مسألة الميليشيات واعتماد أي حركة مدني أو أي شعب أو أي تجمع أو أي مدينة على ميليشيات، لأن
النتيجة واحدة بصراحة يعني، حتى ولو كانت ميليشيات جهوية قد ترى بأنها تكون يعني حامي حمى هذه المدينة، ولكن يرجع المسألة في الدعم المالي. إذا انقطع الدعم المالي لهذه الميليشيات ستسطو عليهم بطريقة أخرى وتخطف وتسرق وغيره وغيره لدعمهم، وبالتالي هي مسألة دائرة مفرغة من لا يمكن إجراء حالة مفاضلة بين ميليشيات مسلحة على الإطلاق. أنا شخصيا على الإطلاق أنا أرى بأن المبدأ الأساسي في حل الأزمة قد يكون صعب، وقد يحمل في طياتها الكثير من التداعيات والخسائر وغيرها، ولكن نحن الآن في إعادة تأسيس وإعادة بناء دولة بالكامل. كل هؤلاء الناس في المسألة الأساسية حتى في أيام المجلس الانتقالي بأن شرعنة هذه الميليشيات كانت لها محاذير. تخيل كانت المحاذير الأساسية في شرعنة هذه الميليشيات يعني موضوعة أمام المجلس الانتقالي وغيره من الحكومة وغيره، بأنهم يجب عدم فعل هذه المحاذير لشرعنة هذه الميليشيات، وهي دفع المرتبات، تسميتها بأسماء ناس، يعني تمكينها من معسكرات، تمكينها من أسلحة. للأسف عملوا كل هذه المحاذير عكسها تماما، وبالتالي يعني أصبحنا ولازلنا نعاني في هذه الميليشيات. أنا في نظري بأن طرابلس أكثر من يعرف طرابلس هم الطرابلسيين. الطرابلسية لما طلعوا في حراك مدني يجب أن يستمر هذا الحراك المدني في الساحات. إذا كان والله يضيقوا عليكم في ميدان الشهداء وفي ميدان الجزائر، يجب على الطرابلسية الحراك المدني الذي يستمر. أنا أتوقع في خلال الأيام القادمة، وهي مسألة أساسية وتحاك من قبل الجهات الأخرى، سيخرج علينا حراك مدني بالنساء والأطفال وغيرهم من هؤلاء الناس الذي خرجوا يعني صلوا صلاة الغائب على 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 قتلاهم هنا في بنغازي، ونفس الأشخاص ما زالوا موجودين في طرابلس وبأعداد كبيرة. أنا أرى بأن الحراك المدني يجب أن يستمر، ويستمر بأعداد أكبر وباستمرارية مهمة جدا، من الاعتصام المدني داخل مؤسسات الدولة، من لأن المسألة لو حطينا يعني مصيرنا في يد الميليشيات سواء جهوية ولا مدنية ولا غيرها، أنا أقول بأن هي دائرة مفرغة عبارة عن تؤجل سطوة هذه الميليشيات إلى وقت آخر لما تنضب فيه المصادر المالية. أعود إلى مرة أخرى إلى الأستاذ عبد الحكيم فانوش. أستاذ عبد الحكيم، المعادلة في طرابلس يبدو أنها مركبة وصعبة للغاية. هناك صراع ميليشياوي داخلي بين ميليشيات عمليا الآن هي تبدو أو ظاهريا تبدو داعمة للرئاسي، وميليشيات أخرى موالية للغويل أو للجماعة الليبية المقاتلة، لكن أيضا صراع يحمل في طياته صراع من نوع آخر أو تركيبة أخرى للصراع، صراع لميليشيات محلية طرابلسية مقابل ميليشيات أخرى من مصراتة تحديدا. كيف يمكن دعم أهل طرابلس في مطالبهم وتخليصهم من هذه الميليشيات وهذا الوضع المأساوي الذي تعيشه الآن أستاذ عبد الحكيم برأيك؟ العملية معقدة للغاية أخ أحمد بكل تأكيد، ولكن مطالب أهلنا في طرابلس كانت واضحة الحقيقة. لقد طالبوا بالجيش وطالبوا بالشرطة، لم يطالبوا بأي شكل من أشكال الميليشيات داخل طرابلس. وأعتقد بأن إذا ما فقدنا هذا الثابت الهام في كيفية التعامل مع ما يجري في طرابلس، سنفقد الكثير حقيقة في كيفية إيجاد واستجلاب الآليات المناسبة لإيجاد الحل داخل طرابلس. الاستيجاد بميليشية هنا أو ميليشية هناك في مواجهة ميليشيات أخرى تنتمي إلى مدن ثانية، أعتقد أنها قد لا تنتج هذه الحالة من الاستقرار والأمن المطلوبة داخل طرابلس. وفي محاولة إنقاذ مفهوم الدولة، أعتقد بأن ما يستجلب كل هذه الميليشيات من أماكن مختلفة لطرابلس يرجع في الأساس إلى وجود مفهوم الدولة المتركز داخل طرابلس. ماذا لو حاولت الجهات التي تهتم بمصير ليبيا بأن تنزع هذه اللقمة من بين أيدي هذه الميليشيات وبراثن هذه الميليشيات؟ هي لم تتواجد هناك في طرابلس نكالة في أهل طرابلس ورغبة في التنكيل بهم، وإنما تواجدت هناك في طرابلس لأن هناك إمكانية للسيطرة على مفهوم الدولة. لذلك أنا كنت رافض تماماً دخول ما يسمى بأي شكل من أشكال السلطة الممثلة للدولة لطرابلس حتى ترمى بين أيدي الميليشيات، ليذهب بنا المصير فيما بعد إلى الاختيار وانتقاء بأي ميليشيات من الممكن أن نستنجد حتى ننقذ مفهوم الدولة.
إذا الهدف الأساس هنا هو كيفية إيقاظ مفهوم ليبيا، كيفية إيقاظ مفهوم الدولة. وهذه الميليشيات المنكلبة الآن على تواجد داخل طرابلس إنما تتواجد هناك لأنها تستطيع من خلال تواجدها في طرابلس أن تسيطر على مفهوم الدولة. من يريد أن يبني دولة الآن وحريص على مصير الوطن عليه أن يخرج مفهوم الدولة من طرابلس ومن بين براثن هذه الميليشيات. عندها أتصور بأننا سنخلص أهل طرابلس من الكثير من هذه الميليشيات التي انكبت عليها من مدر مختلفة والتي تحاول من خلال تواجدها في طرابلس السيطرة على الدولة. أنا أعتقد بأن التوجه السليم هو في كيفية دعم جميع القوى التي تنتمي إلى الجيش والشرطة في المنطقة الغربية والمجلس العسكري في المنطقة الغربية، وعلى الإخوة الشرفاء من الجنود والضباط أن ينتموا إلى هذا التوجه من الجيش والشرطة من أجل إنقاذ أهل طرابلس. وعلى كل هذه الميليشيات إن كانت سميت بأنها طرابلسية أو غير طرابلسية، إذا كانوا صادقين في إنقاذ أهله في طرابلس ويحاولون تخليص طرابلس من هذه الميليشيات الخارج عن القانون والقادمة من مدن أخرى، عليهم أن ينتموا ويقرروا الانتماء إلى الجيش والشرطة وإلى الغرفة العسكرية الموجودة في المنطقة الغربية حتى نستطيع تخليص طرابلس منها. وبالتالي هذا عظم حدث. نحن عندنا بنغازي تم تشكيل جيش في الرجمة، ومن ثم دخلوا على كيف من الرجمة إلى بنغازي وانضموا إليهم على كيف القوة المساندة من المناطق. أعتقد أن لو فقدنا هذا الثابت أعتقد بأن نحن سندخل في أزمة كبيرة جدا. وعلينا ألا نذهب في الخيار بين هذه الميليشيات، لأن هذه الميليشيات لو كان بيدها أن تطرد ميليشيات بتاعت مصراتة أو ميليشيات المدن الأخرى لما كانت انتظرت إلى هذه اللحظة حتى تطردهم. طيب أستاذ أنت تدعو إلى تشكيل جيش وليكون المواجهة عبر الجيش، ولا ترى أنه في مفاضلة بين ميليشيات محلية وميليشيات من خارج المدينة، ميليشيات مؤدلجة وميليشيات أخرى جهوية ومن الداخل؟ فقط أعود إلى الأستاذ فوزي الحداد مرة أخرى. أستاذ فوزي، هل يمكن أن نعرف توصيفك لطبيعة الصراع الميليشياوي الدائر الآن في طرابلس؟ الناس مطالبها واضحة، عبرت عنها يوم الجمعة في مظاهرة سلمية، لكن طبيعة التشابك أو الاشتباك الميليشياوي هي بين من ومن هناك؟ نعم، حتى ولو حددنا أثناء وأشكال لهذه الكتائب والميليشيات، وهي واضحة طبعا الآن للعيان سواء المحسوب على طرابلس أو المحسوب على مدينة مصراتة على وجه الخصوص، أنا أرى أن الجميع يشتبك من أجل هدف واحد وهو السلطة. الجميع يريد أن يكون له دور في حكم ليبيا، وخصوصا تيار الإسلام السياسي الذي اتخذ أو تمركز في مدينة مصراتة وأصبح تيار المطبخ لكل ما يعده ويريده. المجلس الرئاسي المدعوم دوليا وباتفاق سياسي لم ينفذ حتى الآن، ذهب واستقر في العاصمة باعتبار العاصمة هي السلطة السياسية في ليبيا. أنا عندي اقتراحين أو أطرح طرحا عليك وعلى ضيوفك الأكارم وطبعا على الجمهور. ماذا لو خلصنا طرابلس من هذه الخيكة أو هذه السلطة المغرى لكل هؤلاء الناس؟ لماذا على مثلا لا ينتقل المجلس الرئاسي إلى مدينة بنغازي على سبيل المثال في تحالف مع مجلس النواب وتحالف مع الجيش الليبي، تتركز السلطة في مدينة بنغازي كعاصمة انتقالية؟ أيضا نحن الآن ما زلنا في حل انتقالي، فلماذا تكون أيضا العاصمة كحل انتقالي مثلا في مدينة أخرى ولنفرض أن تكون بنغازي لسنة أو سنتين كما كان الحال في المجلس الانتقالي بعد قيام الثورة؟ المؤسسات تنتقل لهناك، ومن ثم سنخلص أهل طرابلس من هذه السطوة من هذا الصراع المسلح على السلطة، وننزع أنياب هذه الميليشيات المتسارعة على النفوذ في طرابلس سواء الغوير والمفتي ومن ورائهم أو تيار الإسلام السياسي المتطرف أو المعتدل أو حزب الإخوان وغيرهم، جميعهم يريدون أن يكونوا موجودين في السلطة من خلال السلطة السياسية للعاصمة طرابلس. الحل الآن ما دام الأمر على هذا النحو، المجلس الرئاسي عاجز عن تنفيذ الاتفاق السياسي أو عاجز عن أن يصنع قوة يمكن أن يفرض بها هيبته، ما دام هناك دعم قوي وواضح وجلي للمجتمع الدولي للمجلس الرئاسي، نحتفظ بهذا الدعم في سبيل إنشاء هياكل موحدة للدولة. لماذا لا نتمسك بطرابلس عاصمة الآن ما دام يمكن لنا أن نستبدلها أو أن على الأقل ننتقل في حل انتقالي سنة أو سنتين أو حتى ثلاث إلى مدينة أخرى، ومن هناك نبدأ العمل في تشكيل الدولة على أسس صحيحة وحقيقية؟
هناك استقرار جيش في الشرق الليبي، هناك مؤسسة واحدة منضبطة هي الجيش الليبي، نواة لتشكيل جيش ليبي يمكن البناء عليها لكي تحمي الوطن واستقراره من ثم لا. يمكن ساعتها دعني أخذ رأي فقط أستاذ عز الدين عقيل فيما طرحت أستاذ فوزي الحداد. أستاذ عز الدين، إذا وصفة ربما لتخليص طرابلس من وطأة هذه الميليشيات، في النهاية الميليشيات يقول لك أنها لا تتقاتل على طرابلس في حد ذاتها، إنما تتقاتل على مركز السلطة هناك، من يسيطر على المجلس الرئاسي هناك يسيطر بالتالي على الدولة، على المؤسسات السيادية كذلك، المصرف الليبي المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وغيرها. يتحدث على ضرورة إخراج ربما كحل مؤقت هذه السلطة من هناك إلى أي مدينة أخرى مستقرة ربما نجحت في تشكيل جيش وفي شرطة. لكن اسمح لي أستاذ عز الدين أسمع رأيك بعد فاصل قصير، كذلك مشاهدينا الكرام توقف الآن مع فاصل ثم يتجدد اللقاء، تفضل البقاء معنا. بكم مشاهدينا الكرام مجددا، واجدد ترحيب بضيوفي في هذه الحلقه، دكتور عاطف الحسيه المحلل السياسي، وكذلك الاستاذ عبد الحكيم فنوش المحلل السياسي عبر سكايب من باريس، الاستاذ فوزي الحداد عبر سكايب من القاهره الكاتب الصحفي، كذلك الاستاذ عز الدين عقيل الكاتب والباحث السياسي ضيفي عبر الاقمار الصناعيه من العاصمه التونسيه تونس. استاذ عز الدين عقيل، سالتك في طرح يطرحه الاستاذ فوزي الحداد واخرين يتحدثون بشكل مؤقت على نقل السلطة أو الإدارة السياسية من طرابلس لتخليصها من قبضة هذه الميليشيات المتصارعة هناك حتى يرتاح أهلها قليلا من دفع ضريبة الصراع السياسي هناك، كيف رأيت هذه الجزئية وهذا الطرح؟ الحقيقة مع عميق احترامي لأخي فوزي، طرابلس لا تأخذ أهميتها الآن من كونها عاصمة سياسية، هذه كذبة كبرى. طرابلس تأخذ أهميتها من تكوينها السوسيولوجي. طرابلس الآن كونها أكبر مدينة ربما في تعداد السكان وكذلك مدينة فيها هذا التنوع الهائل من الليبيين، سهل أن تزرع فيها خلايا نائمة لداعش وللقاعدة ولجماعات إرهابية متطرفة، سهل جدا أن تكون فيها عصابات الجريمة المنظمة وأن تعمل في مجال المخدرات، خاصة أن طرابلس الآن بتعدادها السكاني الكبير تشكل سوقا كبيرة. أيضا في مشروع الهجرة غير الشرعية، العصابات الرئيسية تنسق أساسا انطلاقا من طرابلس، بالإضافة إلى أن هناك مصارف وهناك عدد كبير من البشر وبالتالي هناك احتياجات كبيرة، وهذه الاحتياجات الكبيرة يمكنها أن تصنع سوقا. هذا هو الذي بنيت طرابلس السوسيولوجية هي المهمة والتي لا يمكن أن تنزع منها لأنها جزء، هي جين المدينة، هي كروموزوم المدينة، لا يمكن أن تقول طرابلس بأنك تنزع عنها الصفة السياسية. أي صفة سياسية؟ هل هذه المجموعة من الناس الجالسون اليوم في قاعدة بحرية لا يتحكمون في أكثر من كيلومتر مربع، هل هؤلاء تسمونهم قاعدة سياسية؟ هناك البرلمان في طبرق، وهناك أتني في طبرق، وهناك قائد الجيش في الرجمة، لماذا لا يذهبون إلى هناك؟ هناك حقيقة هذه هي الوجهة السياسية أو هذه هي الكيانات السياسية التي تسيطر على الأقل على رقعة كبيرة من الأرض وتسعد بقدر كبير من الاستقرار، ولديها علاقات إقليمية ودولية كبيرة تجعل منها فعلا قوة سياسية. طرابلس فرغت الحقيقة من هويتها السياسية الآن، ليس لديها شيء، ولكن هذه البنية السوسيولوجية هي جين وكروموزوم يجري في دم طرابلس ولا يستطيع أحد أن ينزعه منها. وللأسف الشديد هذا الجين وهذا الكروموزوم تحول إلى طرابلس إلى لعنة اليوم على هذه العصابات التي تعيش كما قلت وتقتات على دماء الطرابلسية وعلى هذه العوامل المهمة في طرابلس، سواء في تكوين المال وكله مال حرام. أنا لا أريد الحقيقة أن أسمع حلولا طوبوية،
عن مفهوم الدولة وعن الشرطة وعن الجيش، هذا كله تفنقي لوحة وراء ظهرك. التالي كل المدن الآن تنعم تحت حماية ميليشياتها، لا في جيش ولا في شرطة. الجيش الوحيد الموجود تحت المشير خليفة حفتر. في غرب البلاد لوح عليك كلام فاضي. إذا كانت تقصدوننا الصواعق والقعقاع اللي لزوهم المصاريف، هذو ميليشيات زلتان ميليشيات ولا علاقة على الميليشيات المنحدرة من مصراتها. يا أستاذ عز الدين عقيل، هذه الميليشيات الآن قوة ضاربة، ميليشيات منحدرة من مصراتها موجودة في طرابلس. دعونا نقاتل قوة ضاربة. الشعب عليه أن يقول كلمته. الناس فعلا وصلت إلى درجة تساوى فيها الموت والحياة. أنا يوميا هناك آلاف الرسائل تأتيني، سواء عبر الإيميل أو عبر الميسنجر أو عبر الفايبر، حتى يكاد الجهاز ينفجر. الناس يكادوا ينفجرون. الناس لم يعودوا يقبلون بهذه العصابات الأجنبية، ويعتبرون بأن الردع الشعبي الذي يستطيعون ممارسته ضد ميليشياتهم هو قادر فعلا على إعطائهم الشكل الأفضل أو الصورة الأفضل للحياة، إلى أن تصلوا أنتم أيها الليبيين جميعا إلى حل سياسي شامل، إلى أن تصلوا إلى ذلك الجيش العرمرم والشرطة القادرة على الدخول إلى المدينة وحماية الناس. أما حتى هذه اللحظة ليس هناك إلا ميليشيات المدينة هي القادرة على حمايتها. الجيش اللي تحكوا عليه في غرب البلاد وينه؟ لما كانت المرأة تصرخ وهي تغتصب، الجيش وينه لما صارت حرب في الزاوية وكاد أن يبادل المواطنين؟ الجيش وينه في حرب حي الأندلس والناس يقتلون والقذائف تدخل إلى الغرف لكي تقتل الأطفال وهم نياما؟ طيب أستاذ عز الدين عقيل، فقط في جزئية الآن، في حرب مسلم، طيب في انقلاب الآن، كده أن يبادل الناس؟ طيب في انقلاب فقط يا أستاذ عز الدين عقيل، في تسجيل صوتي أريدك أن تستمع إليه، في تسجيل صوتي أريدك أن تستمع إليه وأريد تعليق من جميع ضيوفي عليه. هناك انقلاب الآن كذلك في مدينة مصراتة. التيارات الأكثر تشددا قامت بإسقاط المجلس البلدي القريب من الإخوان المسلمين والمجلس الرئاسي كذلك، وشكلوا لجنة تسييرية الآن، ويبدو أن هذا التيار يعني الأكثر تشددا في مدينة مصراتة. بالتالي ونحن نناقش طبيعة الصراع في طرابلس، هل يمكن أن نتحدث أنه أصداء هذا التغيير المفاجئ في مصراتة سوف يكون له انعكاسات كذلك دموية في مدينة طرابلس؟ نستمع إلى هذا التسجيل الصوتي لو كان جاهز. طيب يعلن أهالي وثوار مدينة مصراتة الصمود عن إسقاط المجلس البلدي الخائن لميثاق الشرف لمدينة مصراتة والمخالف للقوانين والتشريعات النافذة والخائن لدماء الشهداء، وسيتم تكليف لجنة تسييرية حسب القوانين واللوائح المعمول بها خلال 24 ساعة من هذا الإعلان لتسيير أمور المدينة والحفاظ على ثورة 17 من فبراير المجيدة من الضياع. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا الانقلاب المفاجئ في مدينة مصراتة سوف يكون له أو تتوقع أن يكون له أصداء مدوية كذلك ودموية في مدينة طرابلس؟ ربما يكون هذا الحقيقة هو نتيجة رد فعل. يبدو أن هناك تيار داخل مصراتة يريد أن يتقي الله ويريد أن ينسحب من العاصمة طرابلس، ويقول دعونا من التورط في مواجهات كبيرة مع السكان، لأن واضح أن حالة الاحتقان قد بلغت مداها. وربما هذا الفريق بالتأكيد الذي سيخسر خسرانا مبينا إذا خرجت هذه الميليشيات، بالتالي ربما يكون قد انقلب على هذا التيار. يعني ربما يكون هذا هو السبب الرئيس خلف هذا الانقلاب المفاجئ الغريب الذي جاء بعد المظاهرات. وأنا على يقين من أن حتى الذي جرى في المجلس الرئاسي الآن هو أمر له علاقة بتلك المظاهرات، وربما بتهاون المجلس الرئاسي مع هذه المظاهرات. أعود إليك أستاذ عبد الحكيم فنوش مرة أخرى، كيف تعلق على هذا التسجيل الصوتي؟ يبدو أن هناك انقلاب في مدينة مصراتة على المجلس البلدي الداعم للرئاسي. الآن هناك تيار أكثر تشددا سيطر هناك وشكل لجنة تسييرية، هذا التيار الداعم تحديدا للمفتي المعزول الصادق الغرياني. تتوقع أن يكون لهذا التغيير المفاجئ كذلك انعكاسات في مدينة مصراتة على طبيعة الصراع الميليشياوي هناك؟ نعم، هناك من الواضح جدا أن هناك تغليب لهذه المجموعات الأكثر تشددا. وأنا الحقيقة ما يقلقني أن أكثر ليس ما سيجري في مصراتة، لكن أكثر ما سيجري في طرابلس حقيقة، لأن هذه المجموعة من الواضح جدا أنها تمثل التيار الذي ينتمي له لهويل وجميع الأطراف السياسية الأخرى التي ينتمي إليها.
القضية ليست مختزلة في طرابلس فقط، ولكن لا أعتقد على الإطلاق بأن هذا قد ينبئ بإمكانية أن تخرج مجموعات ما من طرابلس إلى مصراتة، ولكن ما أخشاه بأنها قد تتوجه من مصراتة إلى طرابلس الآن، لأن هناك تصور بأن هذا التيار يريد الآن أن يطهر طرابلس الآن من الجماعات التي تدعم ما يسمى المجلس الرئاسي، ويريد أن يدعم الغويل وجماعة الليبية المقاتلة الموجودة في طرابلس. فبالتالي هذا تهديد خطير للغاية وتغير كبير جدا. هذا يبين بأن هناك انقساط داخل مصراتة خطير للغاية، ولكن هناك تغليب للتيار المتشدد الآن الذي ينتمي إلى الغويل وينتمي إلى الأطراف الأخرى التي تنتمي الليبية المقاتلة، وهذا ما أخشاه الحقيقة بأن قد ينبئ بتأزم الوضع داخل طرابلس، وهذا ما نتمناه في طرابلس حقيقة. طيب. ولكن في نفس الوقت هذا يبين أيضا بأن الحالة السياسية الموجودة في طرابلس ومتمثلة بما يسمى بمجلس الرئاسي غير موجود على الإطلاق أصبحت مهددة بشكل كبير للغاية، وعلينا الآن أن نجد وسيلة لكيفية تمثيل ليبيا. هذا المجلس الآن لا يستطيع، أصبح مرتهن بشكل كامل إما لهذه الميليشيات التي فرضت عليه هذا البيان الذي خرج به اليوم، وبالتالي هو فاقد للإرادة بشكل مطلق، أو أنه سيخضع في الأيام القادمة للغويل ومن يمثله. إذن هذا الكيان أو هذا الجسم المهلهل، علينا أن نجد وسيلة لإيجاد بديل له في مكان آخر أكثر استقرارا لنحمي مفهوم ليبيا. أنا ما هذا ما أتحدث عنه أخي أحمد، هو كيفية أن نستخلص ليبيا من بين براثن هذه المجموعات التي تتصارع عليها من خلال مفهوم السلطة التي تحاول السيطرة عليه داخل طرابلس، سواء من مجموعة الغويل أو من مجموعة ما يسمى المجلس الرئاسي ومن ينتمون إليها من كيانات سياسية تمثل بشكل أساس مصراتها أو بشكل متاحة. وبالتالي الخشية الحقيقية هي على أهل طرابلس الحقيقة في الدرجة الأولى، والشيء الثاني على كيفية تمثيل ليبيا وضرورة إيجاد وسيلة للتعامل بمنطق ليبيا، أن ننتزع ليبيا من بين من جيب السراج ومن معه الذين يحاول الغرب أن يزرعها يعطيها لهم بين يديهم ليتصرفوا بها، في حين أنهم لا يستطيعون أن يصبوا بعض الأشخاص الذين دخلوا عليهم في داخل قاعدة بسبتة. نحن نتكلم عن ليبيا، نتكلم عن وطن، ونتكلم عن أكبر مدينة ليبيا مهددة الآن بسبب التصارع على السلطة بين من يستطيعون أن يتقاتلوا عليها داخل طرابلس من ميليشيات متطرفة أثبتت بأنها لا ولاء لها لمفهوم الوطن على الإطلاق، وليس لديها أي شيء على الإطلاق إلا كيفية السيطرة على السلطة. إذن فلننتزع السلطة من هؤلاء الناس بإنتاج مفهوم لتصور سياسي تقاد من خلاله ليبيا من أماكن أخرى يصام من خلالها الوطن وتكون أكثر استقرارا في كيفية تمثيل ليبيا. لذلك علينا الآن أن نجد بديل بشكل سريع، وأخشى على آل طرابلس الآن ومحمل مسؤولية من خلالك أخي أحمد من خلال هذا البرنامج للسراج ومن معه ولكل شخص الآن يدعي بأنه يتحكم في أهل طرابلس، على كل الناشطين الذي خرجوا من طرابلس وعلى أهل طرابلس للنزاع فيها، وكذلك أحمل مسؤولية لكوبدر ولميت ولكل المجرمين الذين خلال السنة الماضية بطولها كانوا يهمون الناس ويهمون المجتمع الدولي على أن هناك شيء اسمه مجلس رئاسي، وعلى أن هناك شيء اسمه حرس رئاسي، وعلى أنهم يسيطرون على طرابلس ويزورونهم ليلا نهارا من أجل إعطاء تصور على أن هناك سلطة ما قادرة على أن تحتكر مفهوم ليبيا وتتصرف باسمه. يتبين الآن بأن هذه السلطة غير موجودة على الإطلاق، وبأن هؤلاء الناس مجرد أوهام ومجرد كيانات كما قالت أحد مذيعات دويتشي فيلا دارت لقاء مع كوبلر يوم ما وقالت له السراج عبارة عن مارجونيت، هذا عبارة عن دمية لك أنت يا كوبلر. وبالتالي علينا أن ننظر الأمر بشكل شامل الآن. مصراتة الآن تصارعت ما بينها على السلطة الآن وتريد أن تذهب إلى حيث السلطة في طرابلس، وبالتالي خشية كبرى الآن على طرابلس. في نفس الوقت علينا أن نجد وسيلة لكيفية تمثيل ليبيا بعد أن سقط ما يسمى بالمجلس الرئاسي سقوطا نهائيا الآن، وعلينا أن نجد تصورا جديدا لكيفية صيانة الوطن بدل هذه الكارثة التي تحدث الآن، وللخضوع لما يسمى بالسراج واستعداده ليوقع على أي شيء يمنع عليه من قبل هذه المشيئة المنفلتة.
علينا الآن أن نفرض على كوبلر وعلى هؤلاء السفراء الآن أن يقرروا بأن هذا الجسم المسمى بالمجلس الرئاسي ما عاد قائما على الإطلاق، وبأنه لا يوجد هناك حل على الإطلاق لإنقاذ مفهوم الوطن إلا من إلا من خلال من يجسد مفهوم الوطن وهو الجيش الليبي. نحن أمام كيان ينهار اسمه ليبيا الآن، ولا توجد هناك سلطة على الإطلاق قادرة على صيانة هذا الوجود غير الجيش الليبي الجيش الليبي الآن. ومن خلال صيانة هذا الوجود نستطيع فيما بعد أن نتنازل على كيفية إدارة هذا الوجود من خلال صياغة الحل السياسي وتصور السياسي لكيفية إيجاد حل ليبيا. ولكن لا يمكن أن نصنع هذا الحل داخل مدينة مختطفة من قبل الميليشيات. نعم أستاذ عبد الحكيم، اسمح لي فقط أن أعود مرة أخرى للأستاذ فوزي الحداد الكاتب الصحفي. أستاذ فوزي، كيف تابعت هذا التسجيل الصوتي الآن منذ قليل؟ ويبدو أنه ميليشيات التابعة والمنحدرة من مدينة مصراتة تكشر على نيابها الآن، سواء في طرابلس عبر إرغامها للسراج على إصدار هذا البيان المنحاز لهم، وأيضا منذ قليل إذن انقلاب على المجلس البلدي وسيطرة للتيار الأكثر تشددا لذلك التيار الذي يقف على أقصى اليمين في مدينة مصراتة والدعم لغويل والمفتي المعزول. أي ما لا تتوقعها لهذا المتغير الجديد؟ هو الصراع بالفعل قائم سواء في طرابلس أو في مصراتة بين تيار واحد، ولكن يبدو أن هذا التيار الآن بدأت هناك خلافات دقيقة بينهم، خصوصا بعد الانقسام الذي حصل منذ وصول المجلس الرئاسي وخليفة الغويل ومن تمترس وراءه أو معه. يبدو فعلا أن إرهاصات مظاهرة الجمعة كانت قوية، ولها الكثير من الأصداء ليس فقط في طرابلس وإنما حتى في مصراتة حسب ما البيان الذي استمعنا إليه قبل قليل عبرك. إذن هناك تغيرات كثيرة وهناك مخاض الآن موجود كما هو في طرابلس كما هو في مصراتة. إذا ما صحت التقارير الأولية وأن هؤلاء الذين أصدروا هذا البيان هم أكثر تطرفا، هم الجناح المتطرف في مصراتة، وأن هؤلاء أنفسهم هم من ذهبوا إلى طرابلس وهم أرغموا المجلس الرئاسي على أن يتحدث بلسانهم عبر بيان طبعا غريب وغير مقبول على الإطلاق، يبدو أن تحركاتهم لن تقف عند هذا الحد. بالتأكيد لابد أن العاصمة والمقبلة على أيام صعبة قادمة، كل هذا المخاض الذي يحدث الآن كما قلت لك وأعيد تكرار اقتراحي أنه قائم على الصراع على السلطة الموجودة سياسيا في طرابلس كعاصمة سياسية. الخلاص من هذا المعيار أمر مهم جدا الآن، لأنه لو نزعنا هذا الأمر من يد هذه العصابات التي تقدر تتحكم في السلطة ومن خلالها في التحكم في المال وفي الثروات الليبية الهائلة، كل هذا ما تسعى إليه هذه الجماعات. وبالتالي الخلاص أو نزع هذه الميزة من العاصمة حتى لبعض الوقت مفيد جدا في كثير من الأحيان، وقد فعلتها أيضا كثير من الكيانات وكثير من الدول مؤقتا. أنا ما زلت مصرا على اقتراحي السابق، لأن العاصمة تعج بالسلاح، تعج بالميليشيات والكتائب غير المنضبطة. حكاية أن نسلم الأمر أو أن يظهر مرة أخرى مظاهر طرابلس أو أهل طرابلس مرة أخرى إلى الساحات، هذا أمر فيه مخاطرة كبيرة بعد ما حصل اليوم، بعد أن أصبحت دماءهم مسفوكة حتى قبل أن تسفك من خلال البيانات الصادرة اليوم من خلال ما تقول هذه الكتائب التي اقتحمت العاصمة مرة أخرى، وهي مستعدة للتنكيد بكل من يقول كلمة لا ترضي هذه الجماعات. قد نكون يعني اليوم نحن فيما يشبه هزمة فجر ليبيا السابق على العاصمة، تريد التركيع العاصمة مرة أخرى. الناس التي تحدثت وتكلمت أزعجت هؤلاء الناس، بل يعني خلينا نقول ممكن أزعجتهم أو أربكاتهم أو فزعتهم حتى، وبالتالي تحركوا بمثل هذه القوة الغريبة والقوية. أيضا مجيئهم إلى العاصمة مرة أخرى، محاولة فرض السيطرة على العاصمة مرة أخرى، محاولة أيضا السيطرة على الكتائب التي يقال أو التي يمكن أن توصف بأنها كتائب طرابلسية. أنا أعتقد أن الميليشيات أو الكتائب الموجودة في طرابلس والتي يصفها الكثيرون بأنها تابعة طرابلس أو هي محلية، أعتقد أن هذه الكتائب حتى هي مخترقة من قبل هؤلاء الناس اللي هم من خارج طرابلس، ليست طرابلسية خالصة على الإطلاق. وبالتالي ما يفسر سقوطها اليوم
ما يفسر تواطؤها مع العصابات او الميليشيات اللي قدمت اليوم من مسرات او اللي حاصرت المجلس الرئاسي. ايضا المجلس او البيان اللي صدر ب 22 خاتم اول امس وقعت عليها ايضا هذه الكتائب. يعني هناك تماهي وهناك حتى اختراق. دعنا نقول لا يمكن ان نقول ان هناك كتيبه طرابلسيه صرفه فقط، يمكن ان تلعب دور في امن طرابلس في المستقبل القريب. الأمر أكبر من ذلك، المشكل معقد صحيح، يمكن النظر إليه من عدة وجوه، يمكن النظر إليه بأكثر من طريقة وبأكثر من حل. أنا اقتراحي كما ذكرته لك، الصراع أساسا هو صراع سلطوي. في الآونة الأخيرة أصبح ظاهر جدا بين المكونات التي تدعم الوفاق الوطني والمكونات التي تدعم التطرف لغويل ومن وراءه، كل يريد أن يسيطر على العاصمة وعلى مساحات وعلى أماكن ليقول العالم أنه موجود، وأنه في حال صياغة أي حل جديد لابد أن يؤخذ هو في الاعتبار. ماذا لو أخذنا كل هذا المعيار السياسي والسياسي الخطير من بين أيديهم جميعا ووضعناه في أي مكان آخر خارج طرابلس، في أي ليبيا؟ في ليبيا كلها لليبيين، فترة الانتقالية المؤقتة. نحن أصلا هدفنا من الوفاق الوطني حل انتقالي مدته عام فقط توحد فيه هياكل الدولة التنفيذية والتشريعية، ومن ثم نذهب إلى التحليل. أو هذا الطرح يا أستاذ فقط أستاذ فوزي يبدو نظريا، لكن عمليا عندما تأتي لهذا المجلس الرئاسي الضعيف وكذلك غير المتجانس يضم قيادات من الإخوان المسلمين أو حتى من الجماعة الليبية المقاتلة، عندما نتحدث عن أصوات كعمار زايد أو كجمان على سبيل المثال الداعمين للإرهاب عبر بيانات متوالية كذلك، الآن نتحدث كيف يمكن لهؤلاء أن يقبلوا أن يعني يخرجوا من طرابلس الواقعة تحت سيطرة هذه الميليشيات أن يذهبوا إلى طبرق على سبيل المثال؟ الخيار الآن المطروح الآن هو تعديل الاتفاق السياسي، وأهم تعديل فيه هو تعديل المجلس الرئاسي، يعني إعادة هيكلته من جديد. واضح أن المجلس الرئاسي بصيغته الحالية فاشل وعاجز عن اتخاذ أي قرار، هذا واضح جدا، سواء من انسحابات منه أو استقالة أحد أعضائه أو ما نراه طوال عام كامل. وبالتالي ينبغي الذهاب فورا نحو تعديل هيكلية الاتفاق السياسي بما فيها أولا المجلس الرئاسي، والرجوع به لأي صيغة أخرى مناسبة كرئيس ونائبين أو حتى رئيس ونائب واحد لا بأس، المهم أن يتم التوافق عليه. هذه خطوة أولى. قد توحد أيضا هذه الخطوة مجلس النواب ويعود مرة أخرى إلى 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 بنغازي إلى مقر الرئيس، لما لا؟ أعتقد في حال طيب لكن يا أستاذ فوزي الحداد، الميليشيات التي الميليشيات الموجودة في طرابلس الآن والتي تتصارع أو التي لديها ممثلين في المجلس الرئاسي على سبيل المثال الجماعة الليبية المقاتلة لديهم عماري زايد، أيضا ميليشيات تابعة للإخوان قريب منهم أو تابع لهم كجمان أحمد معيتيك كذلك من مصراتة، هناك ميليشيات تؤيده، كيف يمكن أن يعني هذه الميليشيات أن تسمح لك بتعديل هذا الاتفاق السياسي أو أن تخرج هذه الأسماء التي تمثلها من المعادلة السياسية في المجلس الرئاسي؟ الأمر يبدو صعب للغاية. ليس صعبا للغاية، صحيح وضع مشتبك على الأرض، لكن سياسيا كل شيء ممكن صدقني، لأن الآن المسألة الآن صحيح في لاعبين دوليين متعددين وهؤلاء أيضا شاركوا في تعزيم هذه الوضع، لكن الآن لما ننظر إلى السياسة كل شيء يمكن أن يتحقق. بدليل الآن هناك توجه ترعاه دول الجوار على سبيل المثال مصر وتونس والجزائر، الكل يريد حلا توافقيا في إطار الاتفاق السياسي. ماشي، الاتفاق السياسي الآن عاجز عن العمل، فيه مشاكل كثيرة، ما الذي يعدله؟ قالوا تعدل من لجنة مشتركة بين مجلس النواب وبين مجلس الدولة. لماذا لا يذهب في هذا الاتجاه بالتعاون مع هذه الدول الثلاث؟ أعتقد في حال ذهبنا في هذا الاتجاه يمكن ساعتها أن يعدل، يمكن أن يفرز جميع المتطرفين خارجا. طيب، لم نعد نريدهم، من لا يوافق على الاتفاق السياسي فليبقى حيث هو إلى أن يرتضي فيما بعد ويعود، أو أن تحاربه قوة. طيب، أعود إلى ضيفي في الاستوديو دكتور، أعتذر منك دكتور عاطف الحسية مرة أخرى. دكتور الآن كيف تعلق على هذا الانقلاب في مدينة مصراتة، وهل نتحدث على قرب ترجمة كذلك هذا البيان أو هذا الانقلاب في مدينة مصراتة عمليا في طرابلس في الساعات القادمة كذلك؟
هو أولا هناك واضح بأن هناك دلالات في علاقة وطيدة ما بين هذه الجماعات اليمينية المتطرفة داخل مصراتها مع حكومة الإنقاذ بما يسمى حكومة الإنقاذ والغويل، واتفق تماما مع سيد عبد الحكيم بأن هناك علاقة وتاجروا بهذه العلاقة لفترة معينة. والعامل الآخر في خروج هذه الجماعات هو خوفها على انقسام البنيان المرصوص في سرت، وهو هناك علامات ومؤشرات كبيرة بأن هناك انقسام اللي تمثل في الكتيبة 604 والبيان بتاع الكتيبة 604، وحتى اتصالات مع الجانب الجيش في برقة هنا بأن هناك فتخوف واضح وواضح بأن هناك ذعر ما بين هذه الجماعات. أعتقد وأيضا وانهيار بما يسمى سرايا إنقاذ بنغازي، يعرفون بأن هناك مسألة التقدم نحو برقة وعودة الأهالي بنغازي ما بين ظفرين، بأن مسألة حسمت واستهلكت وليس لها حتى دعم شعبي من داخل مصراتة وداخل النازحين من بنغازي من داخل في داخل مصراتة. والنصر في بنغازي على الجماعات الإرهابية اللي تمثل في السيطرة على قنفودة بالكامل وانتقال إلى سوق الحوت والصابري، وبالتالي التضييق بالكامل على برقة بأن لم يعد لديهم وجود في هذه البقعة الجغرافية الليبية لعدم قبولهم من المسألة الأساسية، وهو المشروع. أنا أعتقد بأن هناك مشروع واقعي وحقيقي لدى هؤلاء الناس في توطيد مسألة الفكر إخوان المسلمين والدولة العثمانية الجديدة وغيرها وغيرها من وإعجابهم المفرط بأردوغان وغيرها، ويعتقد بأن مصراتها ممكن يكون منها الانطلاق. ولكن أريد أن أنبه هنا بشكل شامل بأن على كل من يحمل السلاح من مصراتة، من مدينة مصراتة، خارج مصراتة، يجب أن تتنبهوا بأن كنا في بنغازي على وشك ضياع المدينة لهذا السبب. هؤلاء الناس يدخلون في مدن ويتجذرون وينشرون أفكارهم لحد وصولهم إلى يعني سلطات محلية، وبالتالي أنا أتمنى من كل من يحمل السلاح ويعتبر في نفسه بأن هو جزء أساسي من هذه المدينة، مدينة مصراتة، الرجوع إلى مصراتة الآن، لأن انقلاب هذه الجماعات الإرهابية عليها قد بدأ بالمجلس المحلي الذي كان في يوم من الأيام معهم. وبالتالي والمسألة الأخيرة أعتقد في البيان، أرجوكم الله يبارك فيكم، مسألة المزايدة على ثورة 17 فبراير يجب أن يخرج منها الجميع. مسألة المزايدة واستدرار عطف هؤلاء الشباب الذي خرجوا في انتفاضة فبراير يجب أن يتنبه للجميع. المسألة ما زالت حية في مصراتها، معظم الليبيين اجتازوا هذه المرحلة، ولكن هذه المرحلة ما زال يسوق إليها بعض الناس في الصراع الذي هو يغذيه بالدرجة الأولى أيديولوجيا إسلامية سياسية غير مقبولة في الشارع الليبي. أعود إليك أستاذ عز الدين عقيل، إذن انقلاب في مدينة مصراتة وربما السيطرة هناك على التيار القريب من المفتي المعزولة صادق الغرياني وعبد الغويل رئيس حكومة الإنقاذ، وهناك أنباء متواترة تتحدث على أن ميليشيات كذلك تنحدر من مدينة مصراتة، هي تحذر لهجوم قريب على معسكرات تابعة لهيثم التجوري وغنيوة الككلي في طرابلس. إذن ملامح هذا التغير أو هذا الانقلاب في مصراتة بدأ في الترجمة عمليا في طرابلس، أليس كذلك؟ هو الحقيقة ربما ما زال الوقت مبكر. أعتقد أن هذا الصراع إذا كان حقيقي سوف يشهد فعلا المصادمات داخل مصراتة نفسها قبل أن يحسم أحد الأطراف هذا الصراع لصالحه لكي ينقله إلى الخارج وفقا لتوجهاته طبعا. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا ربما الوقت مبكر. ولكن بالنسبة للتوصيف لقوة طرابلس الذي جاء به أخي فوزي ربما فيه الكثير من العوز أو الكثير من الضعف. بالنسبة لطرابلس، كتيبة جنيدي أو ميليشية جنيدي اللي في جنزور هي أعتقد من الميليشيات القوية التي لازالت تحافظ على المنطقة، وخاضت خلال حرب ليبيا مواجهات عنيفة باعتبارها الحلقة الأضعف واستطاعت أن تصمد. غنيوة تقريبا بالرغم من أنه ميليشيا إلا أنه قاد معارك أسطورية، سواء في هجوم الزنتان أثناء حرب ميليشيات الزنتان أثناء حرب فجر ليبيا، أو الآن في مواجهة أكثر من هجوم عنيف لميليشيات مصراتة. وكذلك كارا قام بأدوار مهمة جدا في ملاحقة الدواعش، وأعتقد أن هناك أكثر من 200 داعشي هم من أخطر الدواعش موجودين الآن في سجن محصن لديه.
إضافة إلى أنه استطاع فعلا أن يلاحق تجار المخدرات، واستطاع فعلا أن يقضي أو على الأقل أن يسجن رؤوس كبيرة فيهم. هيثم التجوري أيضا له قوة ضاربة، بالإضافة إلى أن هذه الميليشيات الطرابلسية إذا ما خرجت الميليشيات الأخرى هي قادرة على استدعاء كل رجالات الجيش ورجالات الشرطة، وهناك ألف طريقة وطريقة لإجبارهم وإلزامهم على القيام بدور لملء أي فراغ يمكن أن يحدث. بالإضافة إلى أن هذه الميليشيات نفسها بالتأكيد توسعت أدوارها، سوف تكون قادرة على تجنيد المزيد من المسلحين والمزيد من المقاتلين من أبناء المدينة، حتى كما قلت وأعيد وأكرر يستطيع الشعب ممارسة الردع الشعبي، طالما أن هؤلاء أبناءه، طالما أن هؤلاء يحمونه صباحا وفي المساء يجلسون في مقاهيه ويذهبون ويمشون في شوارعه ويدخلون في أزقته وفي قراه، إذن هو قادر على 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 الردع الشعبي. طالما أن النظام الميليشيا والفاشي هو المحكوم على هذه البلاد، فعلينا أن نساعد كل منطقة على ممارسة الردع الشعبي على ميليشياتها. فيما يتعلق بما قاله أخي عبد الحكيم بإيجاد بديل سريع للمجلس الرئاسي، هو غالبا ما يتحدث عن المجلس الرئاسي وكأن هذا المجلس هو فعلا الحكومة المصرية أو الحكومة الألمانية، أو وكأن فعلا هذا المجلس له دور كبير ومهم حتى نعطيه كل وقتنا هذا. بالإضافة إلى أن الحقيقة البريزات متاع المجلس الرئاسي هي موجودة في أماكن، واحد منها الإمكان اللي موجود فيه خونة عبد الحكيم توه، فليذهب إلى قصر الأليزية وليسحب البريزة واحدة من البريزات اللي غادي، وتو نكلفه واحد يمشي إلى 10 داونينج ستريت، ونكلفه ثالث يمشي للبيت الأبيض. هذا المجلس الرئاسي مدعوم من الخارج، أي حل سريع هذا الذي سنجده لهذا المجلس؟ من هذا الليبي سبع البرمبة اللي يقدر غدوه يقول بنلغوا المجلس بجرة قلم وخلنا نطلع قوى سياسية أخرى؟ هل هذا متاح؟ هل هذا ممكن؟ العالم كله مجبر وساقه فوق رقبته على القبول بهذا السخرات. الحل الوحيد ربما الأفضل هو الذي قدمه المصريون. المصريون قالوا طالما البلطجية بتاع مجلس الأمن الخمسة يريدون أن يجبرونا على هذا الاتفاق السياسي، وطالما أنهم يرون أنه هو الترياق لحل المشكل في ليبيا، وطالما أنهم يرونه هو درة التاج الليبي في صنع السلام، إذن فلنوافق، فلنأخذ هذا الاتفاق السياسي ونشكل 15 لجنة من 15 من البرلمان ولجنة من 15 من مجلس الدولة، ونعالج هذا الاتفاق السياسي ضمن الإطار المقبول من هؤلاء البلطجية، بحيث نستطيع فعلا أن نصل به إلى وصفة قادرة على صنع السلام في ليبيا. ولكن للأسف الشديد ها هو البرلمان هرب إلى الأمام، ها هو قال بأن اتفاق الصخيرات نفسها لم يكن يعنيه، وقدم إحراجا كبيرا وكبيرا جدا للقيادة المصرية التي بذلت جهدا وجهدا كبيرا في سبيل مساعدة الليبيين على صنع السلام. هذا المجلس الرئاسي المدعوم دوليا هي ثلاث نقاط أساسية أخي. طيب باختصار لو سمحت. تفضل. باختصار جيش الغرب هذا سمعته من عشرات، أتمنى من القيادة العامة أو من أخي عبد الحكيم أو من أي شخص في الدنيا يقول لي جيش الغرب هذا من القائد العام تاعه، من القائد يعني من أمر المنطقة. نحن سمعنا عن عشرات أمراء المنطقة، ما هو تسليح هذا الجيش؟ هل هذا الجيش لديه ما يكفي من أسلحة ومن ذخيرة لكي يستطيع فعلا تحرير العاصمة وهو لا يريد أن يفعل هذا؟ وإذا لم يرد ذلك لماذا؟ طيب أن هذا الجيش المقصود أم أن هذا الجيش المقصود هو نفس الجيش اللي طردوه المصاريط واللي شارك معهم بحرق المطار واللي شارك معهم بتدمير آلاف البيوت واللي شارك معهم بتدمير أكبر مستودع للوقود الاحتياطي في ليبيا؟ إذا كان هذا هو الجيش فهذا الجيش سيكون مرفوضا قطعيا من كل طرابلسي، وهذا الجيش شفنا منه أيامات أسود من قرن الخروب مثل التي نراها من الميليشيات المصراتية الآن. وبالتالي إذا كان هذا الجيش الذي تحدثون عنه هو نفس الجيش الذي طرد من مطار طرابلس واللي كان يتاجر في المخدرات واللي كان يدخل في البنغلاديش والباكستانيين، تتحدث عن ميليشيات صحية، هذا الجيش سيكون مرفوضا كليا. تتحدث عن كان في جيش اخر ميليشيات الزنتان، جيش اشباح، جيش جان، ارجو ان تقولوا لنا من هو هذا الجيش ومن هو قائده ومن هي كتائبه وين موجود بالضبط، وامتى بيخش طرابلس وامتى بيحرر الليبيين وامتى بيقتل ذلك وحول الحديث هذا الحديث الى الاستاذ عبد الحكيم فنوش. استاذ عبد الحكيم كيف تعلق على حديث الاستاذ عز الدين عقيل؟ هو يرى ان الجيش في المنطقه الغربيه ربما غير جاهز او لم يتكون بصوره كبيره او كما حصل في مناطق اخرى او في الشرق تحديدا أو في الجنوب كذلك، وهو يطالب بدعم هذه الميليشيات الطرابلسية المحلية مؤقتا حتى تتمكن من طرد تلك الميليشيات الإيديولوجية التابعة للمقاتلة أو حتى لتنظيم القاعدة أو التابعة لمصراتة ومؤقتا، وبعد ذلك يمكن حتى التفاهم مع هذه الميليشيات لإدخال جيش أو لتكوين مؤسسة شرطة هناك. أستاذ عبد الحكيم كيف تعلق؟
أنا الحقيقة من الصعب جدا ما عدت قادرا على أن أتفهم كيفية تبرير السيد عز الدين عقيل لوجهة نظره. للأسف الشديد السيد عز الدين عقيل قال أن هذه الميليشيات قادرة على أن تفرض على الجنود وعلى الجيش والشرطة أن ينضموا إليها من أجل أن يؤمنوا طرابلس بحكم أنهم طرابلسيين. هذا المنطق غريب حقيقة، مرفوض بالنسبة لي تماما، عوضا على أن يطلب من هذه الميليشيات أن تفرض عليها أو أن تنسجم هي مع قيادة عسكرية ما ومع هؤلاء الضباط الذين يحاول فرضهم على الميليشيات وإدخالهم داخل هذه الميليشيات. أعتقد هذا منطق على كيف مرفوض بالنسبة لي أنا تماما. على كيف لا يجب أن نفرض وأن نشرع الميليشيات ونعطيها الحق بأن تفرض على الضباط أن ينضموا إليها من أجل أن تحمي طرابلس. الشيء الآخر ما عدت قادرا على توصيف ما معنى كلمة ميليشيات طرابلس حقيقة. يعني عبد الحكيم بالحاج نافع من طرابلس، أنا وخالد شريف من طرابلس، وجماعة عظمى كلهم من طرابلس، ما مش جايين من برا. على كيفه وبالتالي قول بأن هذه ميليشيات طرابلس اللي ممكن نعتمد عليها لأن مش لما الواحد يطلع المقهى عرف كيف يمسكوه بالودنة، أعتقد بأن هذا المنطق عرف كيف لا يمكن أن نعول عليه على الإطلاق. لا يمكن تصور أيضا المنطق النقطة الآخر والنقطة الأخرى ممكن جاوبه؟ وهو نعم سوف أعود إليه، وهو لا نستطيع على الإطلاق أن نطلب الآن بأن تسقط علينا السماء جيشا مثاليا وجيشا متكاملا ومؤسسة تأسيس بالكثير التي نريدها نحن. هذا حدث عندنا في برقة وجيش لا زال ينقصه الكثير، ولكننا اعتمدنا في البداية على ضباط شرفاء ورجال شرفاء كانوا قادرين خلال فترة بسيطة أن يشكلوا لنا عدة مدارس وكليات التخريج على كيف الضباط والجنود هناك في بغازي. إذن الفكرة في الأساس هي كيف انضم الناس الذين يحاولون تخليص مدينتهم من الميليشيات ومن الظلمة، كيف انضموا لهذه المجموعة من الجيش التي كانت في البداية تتعدى 250 راجل. وبالتالي لا تصور بأن في المنطقة الغربية لا نجد 250 راجل ولا نجد حكاية 250 ضابط من ضباط الشرفاء قادرين على أن يسوقوا حالة من المقاومة جديدة داخل حدود طرابلس، وقادرين على أن يدخلوا بها بطرابلس مع شباب طرابلس الذين يعدون الآن إلى الانتفاض من داخل طرابلس على هذه المجموعات الإرهابية. أهل طرابلس كانوا صريحين وواضحين في ندائهم، قالوا نبوا جيش ونبوا شرطة ونبوا الجيش اللي عليه خليفة حسر، لم يطلبوا أي شيء آخر لأنهم يدركون بأنه لا توجد هناك أي مؤسسة ولا أي مجموعة أخرى قادرة على أن تصنع أي شكل من أشكال الأمن والاستقرار إلا هذه المؤسسة التي فرضت نفسها على أكثر من 70% من ليبيا الآن. إذا كان يتحدث عن الجيش في المنطقة الغربية، عندنا ضباط وعندنا جهات عسكرية موجودة من الممكن البناء عليها. عندنا أماكن عسكرية مسيطر عليها من قبل المجلس العسكري في المنطقة الغربية بممكن أن تدعم من قبل الضباط وضباط الجيش الذين ينضمون الآن إلى المؤسسة العسكرية من مختلف مناطق ليبيا. إذن الكيفية هي كيفية أن نؤسس إلى ثابت ما في كيفية إيجاد الحل، وليس يعني أن نسلم مصيرنا لهذه الميليشيات ونقول لها عليكم أن تفرضوا على الضباط والجيش أن ينضموا إليكم في حالة من حماية أهل طرابلس من هذا العبث. هذا لا يمكن أن يبني الدولة على الإطلاق. هناك إمكانيات وهناك أسس ويمكن البناء عليها في المنطقة الغربية، مثلا ننطلق من وطنية وممكن نتحرك من وطنية ومن أماكن أخرى المحيطة ونستطيع أن ندخل طرابلس بضباط شرفاء وبجنود شرفاء. من دخلوا في الهلال النفطي كانوا من جميع مدن ليبيا وهم ضباط شرفاء مستعدون للتنقل لأي منطقة أخرى تقاد من قبل هذه القيادة من أجل تحرير طرابلس. هذا المنطق أنا حقيقة مش قادر أفهم سيد عز الدين. طرابلسية أعطونا طرابلس وخلوا جماعة طرابلس حاكمهم يحكموا في طرابلس. الموجودون في طرابلس هم طرابلسيين، وهناك كتائب على كيف متصارعة فيما بعضها فيما بينها يتمون طرابلس هم نفسهم. لو كانت هذه الكتائب بتاع الجواب الشافي الذي سيشفيك ويرضيك ولا غيرها قادرين على ان يخرجوا جميع الميليشيات الاخرى لما انتظروا ليله واحده. هيثم كان يهدد على اسم الزمان بطرد الكتائب المصرفيه لكنه لا يستطيع طردها ايضا. وبالتالي انا التعويل لا استطيع ان ابني عليه على الاطلاق. هناك امكانيه
أنا بنعلق على السيد فوزي عكيف وهذا الإصرار التام على والسيد عزيز عكيم على ما يسمى بالاتفاق السياسي. هذا منطق يجب أن نخرج منه. هذا منطق يجب أن نخرج منه. لا يوجد شيء اسمه اتفاق. إذا ما سمينا هذا العبث اتفاق ستخرج منه. بالتالي كيف نسمي على كيف النزاع والحرب والتصارع والاقتتال؟ نحن لا هذا المفهوم لما يسمى بالاتفاق. خلينا نجاوبوا على الجزء الاول يا احمد ارجوك. طيب بس سأعود اليك. كم نقطه واحده طيب. فقط نعم التعويل على جسم النام لما يسمى بمجلس الدوله وجسم النام مجلس النواب لخلق هذا الحل. مجلس الدوله الان لا يستطيع ان يشكل اي شيء داخل الطراز لان غويل ومن معه هؤلاء غير ممثلين في مجلس الدولة ولا في غيره، وبالتالي هم خارج اللعبة، وبالتالي لن يقبلوا بأي تصور ولا أي حل ممكن أن ينتج من هذا الجسم الذي يراد أن يسوق. طيب دعني فقط يا أستاذ عبد الحكيم مرة أخرى وأستاذن من بقية ضيوفي أن أعود إلى الأستاذ عز الدين عقيل للتعليق. ذكر لك المهدي الحراثي، خالد الشريف، عبد الحكيم بالحاج، ميليشيات طرابلسية. نعم تفضل يا أستاذ. كل شيء سمعته وسجلته. طيب حتى نوفر الوقت. نعم تفضل. بداية طبعا للأسف الشديد يبدو أن السيد عبد الحكيم لا يعرف أن ميليشيات كارا وغنيوة والتجوري هي إنما تعمل حشوتها الرئيسية هي ضباط جيش الشرطة. يعني هو لا يعمل، هو ربما يتصور أن غنيوة وكارا لديهم شباب صعاليك موجود، هذا النوع من الشباب الغير مدرب، ولكن الحشوة الرئيسية في هذه الميليشيات هم ضباط أكفاء كانوا في البحث الجنائي وكانوا في الأمن الداخلي والخارجي اللغالب انقطعت بهم السبل، لم يجدوا مكان يعملوا فيه، لم يجدوا مكان يضمن لهم مرتباتهم وأكل عيشهم، وبالتالي هذه الميليشيات ذات تركيب عسكرية. الاستفادة من ضباط الجيش وضباط الشرطة عندما نتحدث على أننا مضطرين لأن نستفيد من ميليشياتنا المحلية طالما أن النظام الحاكم إجمالا في ليبيا هو نظام ميليشيوي فاشي، فهذا يعني أن هذا نظام طارئا، ولابد أبنائنا من ضباط الجيش وضباط الشرطة أن يكونوا جزء من هذه المنظومة التي يمكنها أن تحرس المدينة وتحمي شعبها وتحمي سكانها مؤقتا إلى حين كما قلت الوصول إلى حل. عبد الحكيم بالحاج والمفتي وخالد الشريف، ربما لا يعرف السيد عبد الحكيم أن خالد الشريف بمجرد أن هاجمت ميليشيات طرابلس الميليشيات البرانية هرب بالمساجين إلى مكان آمن. هذا يعني أن خالد الشريف هو جزء من منظومة البرانية، المفتي هو جزء من منظومة البرانية، عبد الحكيم بالحاج هو جزء من منظومة البرانية. واحدة من أهم الأمور التي سيحققها الطرابلسية إذا طردوا الميليشيات البرانية هم أنهم سيتخلصون من نفوذ المفتي، سيتخلصون من نفوذ الغويل، سيتخلصون من نفوذ المقاتلة، سيتخلصون من نفوذ خالد الشريف، وسيتخلصون حتى من نفوذ عشرات الخلايا النائمة من التوانسة والمصريين والأجانب من كل جنسية الذين الآن ينامون في الخفاء تحت حماية هذه الميليشيات البرانية التي تحكم المدينة. موازين القوة يا أستاذ عز الدين، أهم ضربة معلم يمكن لطرابلس أن تقوم بها هي إخراج هذه الميليشيات البرانية. تستطيع أو لا مسؤولية حماية أنفسها بنفسها بنفسها، تقدر على هذا المتغير أم لا؟ الآن مصادرنا تؤكد للحدث أنه ربما هناك إشارة البدء، صافرة الانطلاق أو دعوة الآن من المفتي الصادق الغريالي لأنصاره للتحرك. بطبيعة الحال هي ميليشيات تابعة لمصراتها في مجملها الآن للسيطرة على كامل طرابلس. موازين القوى الآن أسألك، أنا أسألك يا أستاذ عزدين، هل تستطيع هذه الميليشيات المحلية أن تطرد الميليشيات البرانية كما وصفتها في موازين القوى؟ هل هي تملك هذه القدرة أم لا؟ لا، الشعب استطاع في غرغور، ألم يخرجوا في غرغور؟ كيف عادوا ثانية؟ عادوا ثانية بهذا التحالف مع فجر ليبيا، جو تدخل ميليشيات الطرابلسية هذه نفسها اللي كانت سكرت عليهم الطرق ومنعت حتى قطة منهم أن تدخل المدينة، قالوا لها بأننا سنطرد الميليشيات الزنتان من المطار، سوف يكون هناك نماء وازدهار وسوف تدمجون وسوف تعطونا رتب عالية وسوف تكونون جزء من تطور الدولة. دخلوا معهم في تلك الحرب، طردوا ميليشيات الزنتان، احتلوا أماكنها، دخلوا عن طريق ميليشيات جهوية أخرى فأخذوا كل مكان كانت في ميليشيات الزنتان، سواء برج الفتح سواء الرقاتة سواء هذه الأماكن التي نعاني اليوم من مواجهات فيها معهم. وبعد أن عادوا الآن هم يعرفون تماما بأنهم لن يتمكنوا من لضم فجر ليبيا آخر
وبالتالي خروجهم فعلا هو صعب. أما فيما يتعلق بمسألة عندنا جنود الضباط، هو تو السيد عبد الحكيم انتقل من عندنا جيش إلى عندنا جنود الضباط، هو يعرف أن الجيش ليس جنود الضباط، عندما يكونوا جنود الضباط مشردنين مهما كانت كفاءتهم ولكنهم نائمون في بيوتهم أو ليس لديهم أي مظلة تحميهم أو ليس لديهم وسيلة اتصال بمؤسسة ما، خاصة أن هؤلاء الضباط والجنود اللي يحكي عليهم السيد عبد الحكيم من عام 2011 ما عاش طقوا فيها ولا طقة، يعني اللياقة العسكرية ما فيش، المناورات ما فيش، التعود على القرارات والنظام والتراتبية العسكرية 6 سنوات اليوم مقطعين عنها، يعني أنت الجيش هذا حتى لما بتجيب هؤلاء الضباط والجنود ما زال تحتاج إلى شوط طويل إعادة تأهيل كذلك. هل هناك من أهلهم؟ طيب هل هناك برامج فعلا مثلا من القيادة العامة هنا في غرب البلاد في بعض الأماكن التي يمكن القيادة العامة أن تصل إليها؟ مضطر فقط أستاذ الدين عسكرية لخلق جيش فعلا في غرب البلاد. طيب مضطر فقط أن توقف عند هذه الجزية في لحظة ما. وكذلك أستاذ من بقية ضيوفي مشاهدينا الكرام، هذه الأسئلة سوف نتناقش فيها بعد الفاصل يا أستاذ عز الدين. بعد الفاصل سوف نستمر في النقاش في هذه الجزئية. مشاهدينا الكرام توقف الآن مع فاصل قصير ثم يتجدد اللقاء، تفضلوا بالبقاء معنا. تحية لشهدائنا الأبرار في الفردوس الأعلى، تحية لأمهاتهم وأزواجهم وبنيهم، وأن جيشه الذي اكتفى بالتصدي أكثر من مرة لعصابات المجرمين الحالمين بالعودة للسيطرة على موانيه وحقوله النفطية وردهم على أعقابهم مهزومين مدحورين، قد قطع على نفسه العهد بأنه سيلاحقهم إلى داخل بيوتهم إذا ما تجرأوا وأعادوا الكرة مرة أخرى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، وأجدد الترحيب بضيوفي في هذه الحلقة من برنامج الحدث، دكتور عاطف الحسية المحلل السياسي، كذلك الأستاذ عز الدين عقيل الكاتب والباحث السياسي ضيفي عبر الأخبار الصناعية من تونس. كما أشكر أو كذلك أرحب مرة أخرى بالأستاذ فوزي الحداد الكاتب الصحفي ضيفي عبر سكايب من القاهرة، وأيضا الأستاذ عبد الحكيم فنوش المحلل السياسي ضيفي عبر سكايب من باريس. أعود إليك دكتور عاطف الحسية، كيف تعلق على حديث ضيوفي الآن ومجريات هذه الحلقة؟ كذلك مصادرنا تؤكد بأنه المفتي المعزول أعطى أوامره للميليشيات التابعة له المصراتة تحديدا وكذلك الجماعة الليبية المقاتلة لحسم الصراع الدائر الآن في مدينة طرابلس لصالحهم، ويبدو أنه في مواجهة ضد الميليشيات المحلية كما باتت توصف الآن. أنا أضم صوتي لصوت الأستاذ عبد الحكيم بأن أي حل يدخل فيه الميليشيات والاتفاق السياسي هو حل يرجع بنا إلى المربع الأول والذي اجتزناه في برقة على الأقل. مسألة سيطرة أي ميليشيا من الميليشيات على بقعة من الأرض الليبية، وبالتالي تأتي المشكلة الأساسية في أن هذه الميليشيا مشرعنة وكأنها جيش ويحامي حما هؤلاء الناس. المسألة الأخرى وهي توصيف السيد عز الدين توصيف الحالة الطرابلسية. الحالة الطرابلسية ما هيش أحادية الاتجاه، الحالة الطرابلسية فيها المفتي، الحالة الطرابلسية فيها حكيم بالحاج، فيها المهدي الحراتي، فيها كل الطيف الذي رأيناه بعد 17 فبراير والقفز على 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 انتفاضة 17 فبراير. وبالتالي العلاج اللي داخل طرابلس يجب أن يكون على شاكلة علاج الجمعة الماضية، وهو الخروج في الساحات والميادين، الاعتصام المدني، يعني والذهاب بالمطالبة بالجيش والشرطة إلى المطالبة بالتحديد بأي جيش وشرطة يريدين هؤلاء الناس. يريد هؤلاء الناس في الخروج من الجيش والشرطة، جيش الشرطة المنتظمين اللي في قواعد اشتباك مع يعني تحفظنا مع بعض التجاوزات، هو الجيش الآتي من برقة المتنوع من كل ليبيا، ويجب أن نيقن بأن هذا الجيش، وأثبتت حتى قوائم الشهداء في هذا الجيش متنوعة لحد يسمح بالثقة من أهالي طرابلس بأن هذا الجيش دخوله إلى العاصمة ودخوله إلى طرابلس ليس محتلا، هو منقذا،
هو منظما، هو إعادة هيبة الدولة، هو بناء الأمن القومي. القصة بأن والرجوع إلى الميليشيات في حماية طرابلس، من بيحمي إن شاء الله غات وأوباري بيحموها ميليشيات كل واحد يميليش، هي سابقة خطيرة وأرجو عدم النداء بها على الإطلاق. أنا حتى حجم التضحية ما بين هذه الميليشيات، في النهاية الميليشيات هي ميليشيات من الليبيين، ودخولها في صراع هو خسائر من الليبيين. عندنا خيارين، يا خسائر ما بين هذه الميليشيات في بعضها، ولا خسائر ما بين الجيش والخارج عن القانون، وبالتالي الجيش والخارج عن القانون لها نهاية. ولكن دخول هذه الميليشيات في القفز على حماية الليبيين في العاصمة أو حماية الليبيين في طرابلس أو ما حولها، وهو خطير جدا، يعود بنا إلى المربع الأول. مسألة الاتفاق السياسي والترتيبات الأمنية أعتقد بأن مسألة مفروغ منها، مسألة حسمت، مسألة رفضت من الليبيين. ويعني تبجح سيد كوبلر بأن هناك 70% مع الاتفاق السياسي، هذا بصراحة يعني يدعو إلى الخجل. إذا كان هو مبعوث أممي ومبعوث من الأمم المتحدة يقول رقم جزافا 70% من الليبيين، هذا قافز على إرادة الليبيين. وبالتالي مهم جدا من النقل بين الاتفاق السياسي لم يعد حلا لطرابلس أو لليبيا على الإطلاق، لكن اختزاله في مجلس 9 أنفار موجودين في هنجر في بوستة يعتقدوا بأنه يحمل في أيديهم الحل لطرابلس، هذه مسألة مفروغ منها، واعتقد بأنه ضروري نجتازوها. لكن الوضع وضع يد الجيش، وأنا بصراحة أحيي كل من نادى من الجيش أو من قيادة الجيش بأن المبدأ الأساسي ملينا معاش يبوا الليبيين يحكم على واحد غير مهني غير منصب من الدولة، وبالتالي هذا مبدأ أنقذ برقة وسينقذ ليبيا في طرابلس إن شاء الله. أعود إليك أستاذ فوزي الحداد، هل يمكن أن نتحدث أنه قواعد الاشتباك أو حتى الفسيفساء الميليشيات المسلحة الآن وحتى المواجهة المسلحة في طرابلس باتت تتغير، بمعنى أنها لم تعد بين مؤيدين لسراج ومعارضين له، الآن باتت وفقا للأخبار المتواترة الآن عن إعطاء أوامر حتى من قبل صادق الغرياني لميليشيات تابعة له، سواء تلك من الجماعة الليبية المقاتلة أو من مصراتة، وكذلك فيما يتعلق بالمتغير الأخير في مدينة مصراتة والسيطرة على مجلس البلدي هناك وإسقاطه وتعيين لجنة تسييرية تابعة للجماعة الليبية أو قريبة من جناح الجماعة الليبية المقاتلة والمفتي المعزول. إذن الآن المتغير هو أو الصراع بات بين ميليشيات الداخل، ميليشيات محلية وميليشيات تابعة لمدينة مصراتة. يعني حتى تعلم صعوبة إيجاد حل خصوصا لطرابلس الأزمة السياسية في البلد، تلاحظ أيضا ربما مؤشر اختلافنا نحن ضيوفك الأربعة في طرح الحلول الممكنة، كل يرى من زاوية معينة الحل في ليبيا، قد أتفق مع بعض الأفكار وأختلف. فالتعويل على الحل الميليشياوي باعتباره قدر موجود على الأرض كما يقول أخي العزيز أستاذ عز الدين، لكن بشروطه التي يطرحها كونه يحدد الميليشيات الطرابلسية هي الأولى بالسيطرة، ما دام الحل الميليشياوي مفروض على ليبيا كلها، قد تكون نظر حد كبير نظريا، لكن على الأرض كما قلت لك هذه الكتائب أو هذه الميليشيات الطرابلسية لا يمكن أو ليست طرابلسية خالصة، ولآتها أيضا برانية بتعبير أخي عز الدين بالتأكيد، لأن كثير من الأحداث أو كثير من الإشارات تقول ذلك. حتى من بشكل عام التعويل على أي حل ميليشياوي أيا كان سيكون مهددا لخطر الأمن والسلم في أي لحظة، من يضمن ولاء هذه الميليشيات على طول الخط لطرابلس ولأهلها؟ لأن هذه الميليشيات بالتأكيد تريد مرتبات وتريد مزايا، ويمكن وكل يوم تطلب الاستزادة، قد تطمح حتى في النفوذ السياسي أيضا في المستقبل إذا ما قويت وإذا ما انضمت إليها ضباط شرطة تحت أيديها وضباط جيش أيضا. بالتالي التعويل طويل الأمد على هذه الميليشيات خطر داهم على الدولة، التعويل دائما يكون على مؤسسات الدولة، لكن هذا أمر طبعا لا يمكن أن نتحدث عنه كحل للأزمة في ليبيا. أيضا من يقول أو يتحدث عن أن الحل هو وصول الجيش إلى طرابلس، أين هو، من هو الجيش، ما هي هويته الذي سوف يصل إلى طرابلس؟ هو الجيش الذي ينطلق من برقة، كيف له أن يصل إلى طرابلس بوجود كل هذه العراقيل سواء في الصحراء سواء في قوات البلاد المرصود سواء في التحشيد
الموجود في طرابلس ضد الجيش، ستكون هناك حرب أهلية طاحنة. هذه من ناحية. من ناحية أخرى وجهة نظر سيد عز الدين معقولة في نهاية الجيش اللي حول طرابلس، من هو بالتحديد؟ ستكون نفس الأمور اللي حصلت 2011 عندما دخلت هذه الكتائب من خارج طرابلس ورفضت أن تخرج منها حتى الآن. بالتالي هناك إشكالية في هذا الصدد. أيضا التعويض على الحل السياسي، هناك إشكالات كبيرة في أن ينقذ الحل السياسي طرابلس أو ليبيا عموما في ظل المشاكل الموجودة الآن والتي نعرفها جميعا. إذا كيف يمكن لنا أن الحل الآن؟ الأمور إذا ما أصبحت تتوتر بهذا الشكل، وإذا أصبح الاستقطاب السياسي الحاد موجود، وإذا خرجت عن السيطرة، فأنا أخشى من تدخل دولي مباشر. هذا التدخل لن يستأذن الليبيين. التدخل الدولي الآن قاب قوسين أو أدنى، لأن التدخل الدولي واقع، سيكون واقعا إذا ما أصبحت البوابة الليبية هكذا منهلسة على الجميع. الكل يخشى هذه البوابة، سواء غير الشرعية، سواء الإرهاب، سواء حتى الاستثمارات الكبرى اللي سوف تضيع على هذه البلدان وهذه القوى العظمى. إذا استمر هذا الفراغ، وإذا استمر هذا الانسداد، وإذا استمرت أمور ليبيا على هذا النحو، نحن بما نقوم به الآن وكأننا نستدعي التدخل الدولي المباشر وعلى الأرض كما حدث في دول أخرى. يعني قريب يكون الحل ليس في يد الليبيين، مع أنه الآن يعني أهو ممكن يكون في يد الليبيين، ولكن قريبا جدا سوف يتخذ أو سوف تكون جميع خيوط اللعبة في يد قوى خارجية. طيب اسمح لي فقط أستاذ فوزي الحداد، أنا أعود مرة أخرى للأستاذ عز الدين عقيل حتى قبل أن تنتهي معه حجوزات القمر الصناعي من تونس، قبل أن أعود إلى الأستاذ عبد الحكيم فنوش. أستاذ عز الدين، إذا فقط أريد أن أعنون هذا الخلاف بين جميع ضيوفي وراءهم المختلفة، منهم الأستاذ يعني عبد الحكيم فنوش، وكذلك الأستاذ عاطف الحسية يدعمان حسما عسكريا، الأستاذ كذلك فوزي الحداد الآن يرى صعوبة هذا الأمر في طرابلس ويدعو إلى نقل الإدارة السياسية من هناك حل، الأستاذ عز الدين عقيل يرى مساندة أو دعم هذه الميليشيات المحلية ضد الميليشيات البرانية كما وصفها. إذا أرى مختلفة فيما يتعلق بطبيعة الصراع الآن أو الصراع الآن الدائر في طرابلس. أعود إليك أستاذ عز الدين عقيل، فيما يتعلق بالشارع الطرابلسي، ما المطلوب منه الآن بعد هذه المظاهرة الكبيرة والجريئة والشجاعة في ظل سيطرة الميليشيات هناك أن يعبر على رأيه وتحت أيضا إطلاق نار من قبل هذه الميليشيات؟ نتحدث الآن عن دعم هذه الميليشيات كما أكدت المحلية ضد هذه الميليشيات القادمة من مصراتة، لكن الشارع ما المطلوب منه الشارع الطرابلسي؟ أستاذ عز الدين عقيل أنت في الاستماع؟ طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال، سوف نحاول إعادة الاتصال به. مرة أخرى أعود إليك أستاذ عبد الحكيم فنوش المحلل السياسي ضيفي عبر سكايب من باريس. إذن كما ذكرت منذ قليل وأجدد، هناك خبر عاجل على أن المفتي المعزول أعطى أوامره لميليشياته المؤلفة في أغلبها من مدينة مصراتة وكذلك ميليشيات تابعة للجماعة الليبية المقاتلة بضرورة الحسم المسلح لصالحهم في طرابلس. إذن عملية قواعد الاشتباك المحددة والمقننة بين الميليشيات هناك، انقسام طرابلس إلى طرابلس شمالية وجنوبية على غرار بيروت الشرقية والغربية في الحرب الأهلية اللبنانية انتهى اليوم، وبات خيار الحسم العسكري لصالح الطرفين هو الأقرب. للأسف الشديد نعم، هناك تهديد خطير جدا وكبير جدا على أن تدخل الآن طرابلس في صراع بين هذه الأطراف الموالية لبعض الميليشيات المصراتية والمفتي والليبية المقاتلة في مواجهة الميليشيات الأخرى التي من الصعب تصنيفها الحقيقة، يعني ومعرفة ميولها، هل هي ميولها عرقية يعني تنتمي لطرابلس أم هي ميولها كانت عركب سياسية تنتمي إلى ما يسمى بالمجلس الرئاسي. وبالتالي صراع للأسف الشديد الآن، هناك محاولة لحسمه الآن من قبل الطيار الذي ينتمي إلى الليبية المقاتلة والمفتي ومن ينتمون إلى حكومة الإنقاذ والغويل. وبالتالي هذا يرجعني للنقطة التي ذكرتها سابقا بأن محاولة تشخيص الحالة في طرابلس على أنها ميليشيات طرابلس
علينا نساندها لفترة أخرى. أعتقد بأنها لو كانت قادرة على طردها لما انتظرت أمرا من أحد ولا انتظرت لحظة واحدة للخلاص منهم، وبالتالي أن الأمر هذا غير مطروح على الإطلاق. أنا أعتقد بأن هذا الارتباك في كيفية تشخيص الحالة لعل مرده أننا لا نشخص الحالة التي نحن فيها تشخيصا متفقا عليه من قبل الجميع. أنا ما عدت أرى بأن الحراك الذي يجري في ليبيا هو صراع سياسي، وإنما أنا أرى بأن نحن على الليبيين أن يعيشوا حالة تحرر، نحن نعيش حالة استعمار. من يدعون، من يمثلون الحالة الليبية، من اختطفوا مفهوم ليبيا بإرادة خارجية لكي يتصرفوا في ليبيا بكيفية التي يريدونها، هؤلاء يمثلون حالة استعمارية إرادة خارجية. هؤلاء لا يستطيعوا كما رأينا اليوم سرات أن يحمي حتى غرفة التي موجود فيها هو، وإنما هو إنسان مرتهن بالكامل، وهو منفذ لأوامر تملى عليه ومنفذ لإرادة خارجية. على الليبيين أن لا يستمروا بهذا الشكل في العيش في هذا الوهم على أن الخلاف هو خلاف سياسي من ممكن أن نصل من خلاله، من خلال الجلوس مع بعضنا البعض على حالة توافق ما. الحالة التي نعيشها الآن هي حالة تحرر في مواجهة استعمار حقيقي الآن، ما عاد يلبس أي قناع على الإطلاق، أصبحت حالة استعمارية حقيقية. وهذا الوجه لما يسمى بالمجلس الرئاسي هو هذه الكتلة التي تتحدث بمنطق الكيان المستقل الممثل لمصراتها، وهذه الكتلة، هذه المدينة الدولة، هذا الكيان الذي لا يستطيع أن يتصرف في ليبيا إلا من خلال الكيان المعترف بها المسمى ليبيا، ولكنه يتصرف حقيقة الأمر بخلال مفهومه الخاص، لدرجة أنه ما عادت المصطلحات التي استخدمت والأسامة التي خلقت في ليبيا كافية له لتعريف نفسه. لم يقتدي مجلس النواب، لم يقتدي مجلس الدولة، لم يقتدي المؤتمر الوطني، وإنما شكل جسما نيابيا مصرفيا ليقول أنا كيانا مستقل، أنا تعريف، أريد أن أعرف نفسي تعريفا خاصا يبتعد عن هذا الكيان المسمى بليبيا لأشكل حالة منفصلة. وهذا الكيان يفاوض الخارج من خلال مفهوم ليبيا، يتعامل مع دول، يتعامل مع جيوش يدخلها إلى ليبيا، يتعامل معها من طيب خلال يا أستاذ عبد الحكيم فنوش، هذه المدينة الدولة التي وصفتها، هذه المدينة الدولة التي وصفتها الآن قادرة على حسم الأمور لصالحها، أو تتوقع أن موازين القوى أو الكفة سوف ترجح لصالحها في طرابلس تحديدا؟ معلومات تتحدث الآن خبر عاجل عن حشود لميليشيات قادمة من مدينة مصراتة في منطقة القويعة تحديدا شرق طرابلس. إذن خيار المواجهة العنيفة قد بدأت تلوح ملامحه في الأفق، لكن هل تقدر أو هل تعتقد أن هذه الميليشيات قادرة عمليا على السيطرة على طرابلس؟ على الإطلاق هم قد يسيطرون على طرابلس، على كيفه غير حيكون هناك صراع للأسف الشديد، وتتضرر منه الأبرياء من أهل طرابلس. ولكن هذا الحراك الذي يجري الآن يبين بأنهم مرتبكون للغاية، وبأنها النزاعات الأخيرة لهذا الجسم. هم يتصارعون فيما بينهم الآن على لا شيء، ما عدا هناك شيء ما يتصارعون الصراع من أجله ليفرضوا نفسهم فيما بعد بأي منتصر منهم على أنه يملك الحق أن يمثل مفهوم ليبيا. هم الآن يتهاون تماما الآن، والجيش الليبي قادم، وحتى وإن شكك فيه البعض فالجيش الليبي قادم. ليش؟ لأن أصبح الجيش الليبي الآن هو المشكل لمفهوم الوطن، هو المشكل لمفهوم الاستقلال، هو المشكل للإرادة الوحيدة القادرة على أن تفشل ليبيا من أي عبث آخر يحاول أن يصاغ، سواء من اتفاق سياسي أو خلال مجلس رئاسي أو غيرها. هذه الأسام التي كانت وراء ما يسمى المجلس الرئاسي تنهار أمام أعيننا الآن، ستدخل في صراع وسيكون المنتصر فيه هو الشعب الليبي والجيش الليبي. نحن بإذن الله تعالى سترى تداعيات هذا الأمر على جميع المدن الآن التي سيذهب إليها الجيش الليبي في الفترة القادمة. نحن منتصرون، ولا يوجد هناك رهان آخر حقيقي لإنقاذ ليبيا إلا من خلال الجيش الليبي. مهما طعن فيه، مهما حاولوا تشويهه، لا نملك أي جسم آخر الآن موجود في ليبيا
قادر على صيام الشيء الكيان المسمى بليبيا إلا هذا الجيش، وعلينا أن نتمسك به الآن من أجل الخلاص طيب. من هذه المجموعة التي ارتهلت نفسها للخارج بالمطلق وأصبحت تمثل حالة الاستعمارية، وعلى الليبيين أن يعيشوا حالة تحرر في مواجهتها. اسمح لي العودة الأستاذ فوزي الحداد مرة أخرى. أستاذ فوزي، إذن تحشيد لميليشيات تنحدر من مدينة مصراتة بالقرب الآن، موجودة في منطقة شرق مدينة طرابلس، والمفتي يعطي أوامره لميليشياته للانطلاق للسيطرة على طرابلس فيما يتعلق بمصراتة تحديدا. أين دور الجناح المعتدل هناك إن كان موجود؟ هل يمكن أن نتحدث الآن عن انتصار للمتطرفين هناك، وأنه لا صوت يعلو فوق صوت السلاح، والحسم الميليشياوي أو المسلح لصالح هذه الأجنحة المسلحة على الأرض في طرابلس؟ أستاذ فوزي الحداد، هل أنت معي؟ طيب، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الأستاذ فوزي الحداد الكاتب الصحفي. مرة أخرى أعود إلى ضيفي في الاستوديو دكتور عاطف الحسية. مصراتة وحديث عن تقسيمها إلى جناح معتدل أو عقلاء مصراتة بين ظفرين والجناح المتطرف الآن، يبدو أن الصراع اختلف، أنه لا نتحدث إلا على جناح مسلح الآن، جناح يريد أن يفرض سيطرته على طرابلس عندما نتحدث عن حشود مسلحة تتجه باتجاه مدينة طرابلس، أو عندما نتحدث أنه الصادق الغرياني يعطي أوامره بضرورة الحسم المسلح أو حسم هذه الميليشيات للصراع لصالحها، سيطر على طرابلس بصفة كاملة. هو توصيف الاستقطاب في مصراتة بصراحة يعني ممكن يعني ناقص، عندي نقص في المعلومات، ولكن أنا على يقين بأن هناك حراك مدني حقيقي في مصراتة يقوده بعض من الشباب الذي ينتمي إلى حتى حراك 17 فبراير بطريقة من بداية الثورة، وبالتالي تخوف هؤلاء أن يعني يهددوا حتى في مساكنهم من هذه الميليشيات التي كانت ميليشيات نفعية وانتقلت إلى ميليشيات أيديولوجية لسبب لأن دفع المرتبات والغزو بهم في أكثر من مكان في ليبيا. ولكن الأخطر على مصراتة بصراحة ليس الميليشيات التي تدفع مرتباتهم سواء من ميزانية الدولة أو من المغامرين رجال الأعمال رأس المال الفاسد وغيره. تتوقع صراعا آخر كالذي يأتي الآن أو على شاكلة الذي المتوقع في طرابلس في مصراتة، أنه الصراع بين الجناحين لم يتوقف وأنه هناك ربما بوادر للصراع بعد هذا الانقلاب؟ بالتأكيد، هو لأن طبيعة التنوع في أي مدينة يوجد هناك مع وضد لأي فكر، ولكن أعتقد بأن مسألة ضد هذا الفكر الظلامي واليميني المتطرف الذي يتمثل في الإخوان المسلمين والمقاتلة وغيرهم، ويصل حتى من بايع الدولة الإسلامية في تنظيم الدولة الإسلامية في مصراتة بالذات، لأن هناك شيء خطير جدا وهو اعتماد الشباب على موارد مالية تأتي من الغزو على مدن ليبية أخرى والسرقة والنهب، والتي ينتفع منها هؤلاء ويدفع بها مرتبات، زايد يعني ضف على ذلك مسألة التغول في سلطات الدولة والنهب المال العام وإعطاء لهؤلاء الشباب لفترة معينة، والدليل عليه بأن قفز الشاب من ميليشيا إلى ميليشيا يحدث في مصراتها دائما. ولكن أنا أريد أن يعني التوصيف اللي يصل إلى الواقع أكثر من أي جانب آخر، بأن مسألة مصراتها مسألة بقاء، أصبحت مسألة بقاء، وهنا الخطورة، بأن كل الشعب الليبي مر بمراحل ولكن لم يمر بمرحلة البقاء والرجوع إلى الوطن. طبيعة هذا الغليان كذلك الذي تشهده على ما يبدو مدينة مصراتة وليس طرابلس فحسب، فبعد أيام قليلة من استهداف المجلس البلدي هناك بقذائف RPG، يبدو أن المجلس عمليا أسقط اليوم. منذ قليل قمنا ببث تسجيل صوتي على إحدى القنوات المسموعة في تحديدا إذاعة مصراتة المسموعة على ما يبدو كذلك، أعلن خلاله إسقاط المجلس البلدي هناك والمجلس البلدي الموالي للمجلس الرئاسي وتعيين لجنة تسييرية قريبة أو داعمة للصادق الغرياني وأنصاره في المدينة. الآن خبر عاجل، هناك مظاهرات في مدينة مصراتة للاحتفال
بإسقاط المجلس البلدي الموالي للمجلس الرئاسي. لا أعرف ما كان هناك صور لهذه المظاهرات أم لا، لكن بعد قليل لو تمكننا من ذلك سوف نعود لنقل الصورة من مدينة مصراتة. أعود إليك أستاذ فوزي الحداد، يبدو أنه ليس طرابلس فحسب مؤهل الأمر فيها للذهاب إلى صراع مسلح أو تشهد حالة من حالات الغليان، مصراتة كذلك الآن مظاهرات في المدينة يقوم بها أنصار الصادق الغرياني يحتفلون بإسقاط المجلس البلدي القريب أو الموالي للمجلس الرئاسي، كيف تعلق؟ فقدنا الاتصال بالأستاذ فوزي الحداد. طيب أعود إلى الأستاذ عبد الحكيم فنوش مرة أخرى. أستاذ عبد الحكيم هل أنت معي؟ نعم. إذن مصراتة تشهد كذلك حالة غليان ولم يستتب فيها الأمر لصالح أي الجناحين، الأشد تطرفا أو الجناح الآخر الموالي أو الداعم للسراج وللرئاسي بعد إسقاط المجلس الرئاسي أو المجلس البلدي لمدينة مصراتة، الداعم للمجلس الرئاسي، هناك أنصار أو متظاهرون يحتفلون في هذه الأثناء بإسقاط هذا المجلس وتعيين لجنة تسييرية قريبة أو داعمة للصادق الغرياني، مصراتة كذلك مؤهلة لأن تشهد صراعا آخرا بين هذين الجناحين أم لا؟ للأسف الشديد هذا وارد جدا. نعم، وأتمنى أن لا يحدث هناك اصطداما بين هذه الميليشيات قد يكون أثره كبيرة جدا على الناس المدنيين. بالحقيقة يعني ما يهمني بالحقيقة في هذا الأمر هم الناس المدنيين والناس الأبرياء، عرف كيف، في هذا الصراع، لأن حتما هذا التيار الذي خرج الآن وأسقط المجلس البلدي له ميليشياته وله جماعته المسلحة، والمجلس السابق أيضا له ميليشياته وجماعته المسلحة. هذا يبين هذا الانقسام الكبير جدا داخل مصراتة الآن وعدم حسمها وعدم اتفاقها على كيفية رؤية الحل السياسي. وبالتالي إذا ما رأينا هذا الانقسام داخل مصراتة الآن فمن الصعب جدا الحديث فيما بعد عن أي اتفاق سياسي من ممكن أن يمثل من خلاله من يمثلون مصراتة المنقسمون في حد ذاتهم. وبالتالي لا أرى كيف إمكانية للرهان على من يقودون مصراتة في الوقت الحالي. أنا أعتقد بأن أزمة مصراتة في من يقودوها من الجناحين، من يدعي انتماء المجلس الرئاسي الآن أو من يدعون انتماء للغويل والمفتي. هؤلاء الناس عزلوا مصراتة بشكل كامل، هؤلاء الناس كانوا سببا أساس في أن مصراتة تفعل هذا المذهب في مواجهة ليبيا برمتها عوضا عن تكون سندا للليبيين في كيفية إيجاد أي حل للأزمة الليبية. وبالتالي أتصور للأسف شديد بأن هذا الصدام من الممكن أن يحدث وفي مصراتة كما قد يحدث أيضا في طرابلس بسبب هذا الصدام أيضا بين المجموعات المصراتية أيضا، حتى في طرابلس هو نفس الجماعات التي قد تدخل في الصدام داخل مصراتة هي أيضا قد تدخل في الصدام داخل طرابلس، وكل هذا من أجل السلطة ومن أجل التحكم في ليبيا المرتهنة الآن داخل طرابلس والتي يسعون من خلال صراعهم هذا أن يسيطروا عليها. علينا أن ننتشل ليبيا من بين براثن هذه المجموعات المسلحة وهذه الميليشيات إذا كنا نسعى في البحث بشكل جدي عن إيجاد حل للأزمة الليبية. ما دام السلطة مرتهنة هناك فلا نستطيع أن نمنع هذه المجموعات المسلحة وهذه الميليشيات على أن تتصارع عليها. كل ما يمثل الدولة يجب أن يخرج من طرابلس الآن حتى نستطيع أن ننقذ ليبيا وننقذ الوطن من بين براثن هذه الميليشيات. نعم، ونوى فقط أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ عز الدين عقيل الكاتب والباحث السياسي ضيفي عبر القمر الصناعية من تونس، انتهت حجوزات القمر الصناعي معه. وأعود إلى الأستاذ فوزي الحداد مرة أخرى. أستاذ فوزي أنت معي؟ نعم معك. حالة غليان أخرى موازية تشهدها مدينة مصراتة منذ قليل، مظاهرات داعمة لإسقاط المجلس البلدي الموالي للمجلس الرئاسي، مصراتة كذلك نتوقع أن تشهد صراعات على غرار تلك التي تحدث الآن
في طرابلس بين جناحين اثنين؟ أعتقد أن الخلافات في طرابلس في تصوري هي أو في المسارات تحديدا هي على طريقة التعامل مع طرابلس ومع أحداث العاصمة. يبدو أن هناك أكثر من جناح، إذا صحت هذه الأخبار كلها، أكثر من جناح يريد أن يتصرف في الطريقة التي تناسبه في العاصمة، في مع المجلس الرئاسي، مع الأحداث اللي حصلت منذ الجمعة وهكذا. أنا لا أعول كثيرا على المفتي أو حتى على جماعتي. أنا أرى أنه هذا رجل كرت محروق بكل تأكيد، هو وحكومة الغويل، ولا أعتقد أن لهم مؤيدين بمثل هذا النفق الكبير تدعوه أو تجعله يقلب الطاولة على الآخرين. بالتالي أنا تعويلي الكبير الآن على الحراك المدني، مظاهرة واحدة في طرابلس يوم الجمعة الماضية، انظر ماذا فعلت، كل هذا الزخم. أعتقد إذن أن الحشود متى ما عبرت عن رأيها بحرية، أعتقد أنها قادرة على قلب المعادلة تماما وعلى ظهور سيناريو جديد قد لم نكن نتوقعه أو لا نتحدث عنه. بالتالي دعم متظاهري طرابلس، دعم أهل طرابلس يعد أولوية في هذا الجانب. يبدو أن نشجعهم على ضرورة التعبير عن آرائهم، عن خلق قنوات تواصل مع الجميع، مع كل الكيانات التي يمكن أن تدعمهم في سبيل أن يعبروا أو أن يخرجوا بمدينتهم من هذا القنقم، من هذا الوضع الصعب المأساوي المحبط الذي يعيشون فيه. لا أعتقد أو أتصور في هذه الفترة في وسط هذا الزخم الكبير اللي يحدث الآن، هذه الأخبار اللي كل يوم تتنوع وكل يوم يأتي منها جديد، حتى بتنا نحن يعني غير قادرين على توقع المشهد القادم، حتى اللي مجرد أسبوع إلى الأمام. أصبحنا نفتقر إلى التحديد المنهج لماذا يحدث بعد أيام. بالتالي هذا المشهد المشترك والمعقد يحتاج إلى قوة جماهيرية شعبية لتغييره. طيب، إذن لازلت أعول على حراك شعبي في مدينة طرابلس، لأنه هناك نتائج كبيرة كما وصفتها لمظاهرة الجمعة الماضية التي عبر فيها المتظاهرون عن مطالبهم بمؤسسة جيش وشرطة تحميهم وبإخراج الميليشيات من هناك، وترى أن هذه التوابع نتيجة هذه المظاهرات، لذلك أن تؤيد حراك قادم من هذا النوع، كذلك التعبير السلمي على الآراء في مدينة طرابلس. أعود إليك دكتور عاطف الحسيني وأختم معك كلمة أخيرة لو سمحت لي. أعتقد بأن العوامل الرئيسية بأن الاتفاق السياسي لم يعد صالحا للحالة الليبية في الوقت الراهن، وبالتالي يجب التعويل عليه غيره. طرابلس أشجع وأضم صوتي إلى السيد فوزي بأن يجب أن طرابلس تشجع في إيجاد آليات سلمية للخروج وفي الساحات الميادين للتعبير عن رأيها الحقيقي. مصراتة تنبه من هؤلاء الذين يخرجوا وخرجوا، وبالتالي قد تخطف المدينة من بين أيديكم، وفي النهاية التاريخ يعيد نفسه من الجيش كان من بقيادة سيد أحمد الشريف السنوسي. لما خرج جيش التحرير شككوا الكثير بأن قادر على ردع الاستعمار وقام بذلك، وبالتالي التعويل على المؤسسة العسكرية مهم جدا من جميع المدن الليبية. دكتور عاطف الحسية الأكاديمي بجامعة عمر المختار، شكرا جزيلا لك، كما أشكر الأستاذ فوزي الحداد الكاتب الصحفي ضيفي عبر سكايب من القاهرة، كما أشكر الأستاذ عبد الحكيم فنوش المحلل السياسي ضيفي عبر سكايب من العاصمة الفرنسية باريس، كما أشكر كذلك الأستاذ عز الدين عقيل الكاتب والباحث السياسي ضيفي عبر الأقمار الصناعية من تونس العاصمة. مشاهدينا الكرام، بإذن نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج الحدث. في الختام تقبلوا تحيات مؤدي الحق أحمد سالم وتحياتي أحمد إقمار، فما لك.